صباح الخير مشاهدينا، نحن وياكم بصبحية جديدة بابتسامة جديدة وبنهار جديد من بعد فترة هالعيد يلي إن شاء الله بينعاد على الجميع خير وصحة وبركة وأيام أفضل وفساد أقل وناس خيرة أكثر وأيام بحبوحة. بعرف يمكن أوقات يلي منتضرع له يلي منطلبه منحسه مستحيل بهيدا البلد، لأنه في كم من الفساد حوالينا، في كم من السلبية بالتعامل مع الأمور، في كم من الهموم يلي عم بتقلنا يومياتنا، ولكن لا، نحن الناس الصالحين، الناس يلي عنا الإيمان بداخلنا، والناس يلي منعرف أنه نحن ناس قادرين نكون أفضل بكل عمل، بكل لقاء، بكل شغل، بكل علاقة، بأي شيء بيربطنا بخينا الإنسان قادرين نكون إنسان أفضل. فما نقصر اليوم بهيدي الظروف يلي عم نعيشها، إذا كنا بأشغالنا، إذا شفنا حدا من زملائنا بحاجة لنهار فرصة، بحاجة إنه يعوض من دون ما يخسر مصاري، ما عليه المسؤولين عنه، ما يتهاونوا بهذا الموضوع ويقدموا هيدي المساعدة. اليوم بهذا الوطن يلي بحاجة لكل سندة، وهذا الشيء مش استغلال أكيد، ولكن بحاجة لكل شخص عنده الخير بداخله ليقدر يعطيه للآخر لنقدر نكمل بهذا الوطن، وإلا منكون كلنا عم نحجز تذاكر سفر لحتى نغادر، ولكن لا، نحن بدنا نبقى هون لحتى هالأشخاص القليل يلي أوقات بيكونوا مشاركين بكل هالشربكة يلي منعيشها هن يفلوا، ونحن نبقى، لأنه الوطن للناس الخيرين، للناس يلي بتلبق لهم الحياة وثقافة الحياة. مشاهدينا صباح الخير لكم، اليوم اختاروا ثقافة الابتسامة والحياة والبسمة والتفاؤل وأكيد الصلاة والإيمان لحتى نضل مستمرين بها نهار. أسبوع جديد بيطل اليوم، يعني التعبئة يلي تتوقف ليومين، اليوم الثلاثة وبكرة الأربعة، لتعود من جديد نهار الخميس مع الإقفال العام والتدابير يلي أخذتها وزارة الداخلية والبلديات أكيد بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات المعنية. المسؤولية الوحيدة بتبقى على كل واحد منا أنه نكون مسؤولين بقراراتنا. يعني اليوم 177 حالة بحسب corona.ministryinfo.gov.lb يلي دايماً عم ناخد معلوماتنا الموثوقة من هالويب سايت التابع لوزارة الصحة حصرياً، رقم منه صغير أبداً، وبعض الأرقام مرتفعة جداً وتعتبر الأعلى من أول بدء جائحة كورونا مطلع هالسنة. اليوم يرتفع العدد الإجمالي في لبنان بمصابين بمرض كورونا أو بالوباء، عفواً ليس مرض، وباء كورونا، لل 5062 حالة. عدد الوفيات مثل ما شهدنا بالأيام الأخيرة في ارتفاع ملحوظ ليرتفع إلى ال 65 حالة، الحالات الحرجة إلى ال 40. عم نسمع كمان أنه بالجسم الطبي مثل ما توفى الأسبوع الماضي كمان امبارح، يعني الممرضة يلي توفت وعطيت حياتها، كمان عم نسمع بأعمار صغيرة، هذا شيء لازم ينبهنا أكثر لنكون متنبهين متيقظين لأنه نلتزم بكل قوانين الصحة كرمالنا وكرمال غيرنا. للتبليغ عن أي إصابة 1214 و01-954-4459. أكيد هيدي الأرقام في لبنان، أما الأرقام على صعيد العالمي ترتفع بأرقام ارتفاع ملحوظ، خاصة بما يتعلق بساوث أفريكا، بروسيا وبالهند يلي أرقامها ترتفع لتكون بالمراكز الأولى. طبعاً تبقى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة لمساحتها وعدد سكانها بالأعداد الأولى، بالمركز الثاني البرازيل. أيضا في تراجع بالأرقام إن كان بإسبانيا، إن كان بإيران، إن كان بفرنسا وكندا، من الأرقام يلي لوحظ تراجع فيها بالأسبوع الأخير، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه الأرقام ما زالت إلى ارتفاع حتى عالميا، أكيد معها تشارت التابع لمنظمة الصحة العالمية. مشاهدينا اليوم بحلقتنا أنا وزميل جوم نتشارك تقديم هالحلقة لحتى نكون عم نتشارك مواضيع متنوعة معكم، مواضيع نقدر نحطها بخانة الثقافة، ضيف لألنا وتكون عم تعطينا زوادة صغيرة بهيدي الفترة. اليوم مع نائب رئيس جمعية تراثنا بيروت الإعلامي زياد دندن، نحكي أكثر عن الحفاظ على هالتاريخ الثقافي لمدينة بيروت، هالمدينة العريقة يلي كلنا بنعرف أهميتها، نحكي بأهمية
هالجمعية وبنحكي بعملهم كيف عم يتبلور على الأرض. منتابع أيضا لنكون مع ضيف بينضم لإلي، مؤسس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، يلي كمان بها دورة من هالفيلم فاستيفال والتشيلدرن فيلم فاستيفال والومن فيلم فاستيفال، رح يكونوا عم ينعملوا أونلاين بسبب الظروف يلي عم نمر فيها، دورة استثنائية لهالمهرجانات رح نحكي بكل تفاصيلها مع سام لحود. ميشيل سالم بيخدنا أكثر لفيديو وثائقي يؤرخ كل بلدة من بلدات قضاء الكورة، ومعه منكون كمان عم نعمل سياحة داخلية حتى بهذه الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بهاللوك داون بهالضربة كمان يلي موجودين فيها، نقدر كمان نتوجه لسياحة داخلية اللي هي أمر أساسي وممكن ينشط كمان بالاقتصاد بالمجتمع وممكن يساعد خينا اللبناني حتى إذا برمنا عملنا جزورة بلبنان نعرف وين نروح، نعرف كمان كيف ندعم بعضنا بالتفاصيل الصغيرة. منتابع أيضا مع مسؤول معلوماتي بالأمان العام للمدارس الكاثوليكية السيد جوزيف نخلي، بيخدنا أكثر لمؤتمر تحت عنوان إدوتك 2020 يلي أكيد رح يعالج مشكلة التعليم يلي توجهت أكثر إلى الأونلاين، ويوم عن يوم عم تتوضح الصورة بطريقة جذرية أكثر لحتى نشوف كمان عام دراسي جديد يتوجه إلى الأونلاين بسبب الظروف كلها يلي عم نمر فيها. أكيد بنحكي بتفاصيل هذا الموضوع. مشاهدينا صباح الخير، وين ما كنتوا عم بتابعونا مستمرين احنا وياكم بصبحيتنا لليوم. طبعا مواضيع عديده بانتظاركم، وبطبيعه الاحوال مجموعه من الضيوف صاروا جاهزين باستديوهاتنا لحتى نضوي على ابرز الانشطه المتعدده الموجوده على الساحه اللبنانيه. طبعا نحن مع بدايه شهر اب، هذا الشهر اللي بيحمل كثير اشياء حلوه بطياته. طبعا بهذه الايام الصعبه ما فينا الا ما نفكر بالاشياء الحلوه، ويمكن اجمل ما بشهر اب انه هو الشهر اللي بيتوسط عيد انتقال السيده العذراء الى السماء. طبعا هذا العيد اللي بينتظروه كل اللبنانيين على تنوعهم وعلى اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. بانتظار هذا العيد وانتظار انه يحملنا هذا العيد هيك مجموعه من البشائر الحلوه، الاخبار الحلوه اللي معقول تخلينا نرجع نفكر ايجابيا، نحن وياكم رح نحاول بهذا الشهر على الرغم من كل ظروفه الصعبه، على الرغم من الظروف السياسيه الصعبه اللي معقول نمر فيها، ايضا الظرف الصحي اللي مازال مستمر وعلى ما يبدو الى تطور، رح نحاول نكون ايجابيين قدر المستطاع. أما هلأ أنا وياكم رح نروح مباشرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتحديدا إلى مصلحة الأرصاد الجوية. بتنضم لي السيدة منى عمر. صباح الخير. ألو. يا هلا، صباح النور. أهلا وسهلا فيك ست منى. يا هلا. يا ريت هيك تعطينا جولة سريعة عن طقسنا لو سمحتي. يعني اليوم في عنا انخفاض محدود بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بينما تستقر على الساحل رياح ناشطة مع ضباب على المرتفعات هذا اليوم. بكرة كمان في عنا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. الرياح رح تكون ناشطة كمان وضباب. الخميس كمان ارتفاع إضافي بالحرارة خاصة جبل وقع. الحرارات اليوم على الساحل بين 23 و32. جبل من 18 ل26. والبقى من 18 ل35. الهواء غربي جنوبي غربي، سرعته بين 12 و40 كيلومتر. الرطوبة عالية 80% بتوصل، البحر منخفض الموج، وحرارة الماء 29 درجة. نعم، هذا أهم شيء اليوم. شكرا لك ست منى على كل هيدي المعطيات اللي زودتنا فيها، طبعا مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم، بذكركم التواصل دايما عم بيكون من خلال الفيسبوك بيج، واكيد تواصلنا كمان من خلال لايف ستريمينج. لكل الاشخاص اللي ما قادرين تابعونا عبر شاشه تلفزيون لبنان اكيد بتابعونا عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك، واكيد من خلال www.telelibon.com.lb. ننطلق بلقاءاتنا الحوارية. جمعية تراثنا بيروت دايما عم تدخل بعمق التاريخ وعمق التراث لحتى تكون صورة حضارية للبنان الثقافي يلي عم بحافظ على صورة بيروت، هالبيروت يلي فيها من ريحة التاريخ وفيها من التراث الكثير
انه يتحافظ عليه وينحكى عنه دائما. بنحكي عن هالجمعيه، بنتعرف عنها، بنحكي عن نشاطاتها اكثر، بنشوف كيف وجهه نظرها بالحفاظ على هيدا التراث من خلال عملها ومن خلال المؤرخين يلي كمان بتجمعهم تحت سقفها لحتى دائما تضل بيروت مناره ونكون عم نحافظ على هالارث. بصيرنا استضيف معي بالاستوديو نائب رئيس جمعيه تراثنا بيروت زياد دندن. صباح الخير. صباح النور، يا اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك زياد. بدايه اسمح لي ارجع معك هيك ببدايه تاسيس هالجمعيه، ايمتى تاسست؟ شو الهدف من تاسيسها؟ نحن يعني جمعيه تراثنا بيروت بدات بمجموعه من الشباب والصبايا، من رجالات وباحثين وباحثات من بيروت ومن غير بيروت. بدأت بلقاءات متكررة بسنة 2016، كانت مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها، كانت حريصة على اعطاء مادي علميه جيده، علميه وموضوعيه وجيده عن كل معلومه تخص التراث البيروتي والوطني بشكل عام. كان في وراها جهد دؤوب من مؤسس المجموعه او الجمعيه حتى دكتور سهيل منيمني، كان في جهد دؤوب للمحافظه على المصداقيه بما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وصارت لقاءات دورية مع كيف بلور عملها يعني من خلال هذه بلور اللقاءات عملها لغاية 2018، ما وضعنا نظام داخلي ونظام أساسي وتقدمنا للترخيص كجمعية. وحصلنا على العلم والخبر من شهرين بس، ولكن هي ناشطة من 4 سنين وأكثر، إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مجموعة من النشاطات كانت للجمهور يعني. نعم، شو هي النشاطات اللي حضرتك عم تذكرها؟ شو أبرز ما حققته من خلال هالنشاطات؟ يعني من أهم أنه عندنا متابعين حقيقيين على وسائل التواصل الاجتماعي بيبلغ عددهم أكثر من 280,000، ومتفاعلين مش كلهم أكيد أكتريتهم. من الإنجازات اللي صارت توثيق بشكل ملفات وألبومات لكثير من القضايا اللي تهم التراث البيروتي بشكل عام، العمراني والإرث التاريخي عن مدينة بيروت وتاريخها. الإنجازات أو النشاطات اللي انعملت، يوم تراثي وطني لبيروت كان بشهر تشرين الثاني 2018، تكرس هذا اليوم مبدئيا. تكرس من خلال احتفال أو بأي طريقة؟ احتفال، يوم تراثي طويل، يعني صار في إضاءات على أكثر من جانب من جوانب التراث. مين أبرز المشاركين بهاللقاء؟ كان مين الأشخاص اللي هالقد يعني عم يطلعوا لهذا التراث؟ لأنه بعرف قد كمان حريصين على التقسيم مثل ما ذكرت كمان. نعم، بالعمل. نعم، كان بفيلا ليندا سرسق بالأشرفية انعمل هذا اليوم. كان في مشاركين يعني من المؤرخين والباحثين وحتى الفنانين التشكيليين، يعني مجموعة من الفنانين التشكيليين عرضوا أعمالهم اللي هي عن بيروت، عن بعض اللاند مارك أو العلامات الأساسية طبعاً اللي بتدل على هوية بيروت. وكان في حتى عزف موسيقي لحنان حلواني، عزفة البزق، وكان في حتى راوي أو إذا بدك حكواتي حكي بعض المآثر أو بعض العبار. وهيك كان هل ممكن يصير محطة سنوية هذا؟ أكيد إن شاء الله. يعني كان نحن من ضمن نشاطاتنا أنه عملنا عريضة، كتاب مثل كتاب كتب فيه مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والخاصة مثل عريضة للمطالبة بتكريسه يوم تراثي لبيروت. ننتقل لأنشطة تانية انعملت بشكل كتير مدروس.
بتعاون مع كثير جهات مثل مثلا مركز دراسات المركز الالماني للدراسات الشرقيه او اي بي، كان في امسي للمؤرخ عبد اللطيف فاخوري وكان في عليها اقبال كثير طبعا قبل اكيد كورونا وغيرها، كان في مشاركه بندوه اقيمت احياء لذكرى رحيل شاعر الشعب عمر الزعني، كمان كان عندنا اكثر من مشاركه باكثر من معرض. نعم فنحن منفتحين على التعاون مع كل طبعا اليوم كيف بتلاقوا هذا التعاون اللي عم يتبلور بانشطه بتفاعل على سوشيال ميديا كمان مثل ما حضرتك ذكرت اليوم، شو الاشياء اللي بتريدوا انه تضووا عليها ببيروت ترجعوا بتاريخ بيروت العريق يلي هالقد غني بالحضارات بالثقافه بالاسماء، كيف التقسيم بيكون من هيدا ناحية للإضاءة على هذه المناحي من بيروت بتنوعها بتعددها بانفتاحها كمان إن كان بالمشرق أو حتى تجاه الغرب؟ نعم نحن الحقيقة وكتبت هالشي من كم يوم أنه أما وقد تم الترخيص لهذه الجمعية وصارت كيان معترف به رسمياً، فعلينا أن نتكاتف أو نتعاون قدر المستطاع لإرساء دعائم هذا التراث بكل جوانبه من وبخاصة سن قوانين واتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على أقله هوية بيروت المعمارية، لأن يعني في عنا مجموعة من المباني تقلصت لصارت بس 200 أو 220 مبنى في بيروت، عم بيصير إهمال لهم بشكل متعمد، ما في سياسة واضحة لإنصاف أصحاب الملك، سياسة رسمية واضحة لإنصاف أصحاب الملك بغير بلدان بهيئوا يعني استملاك لهالمباني ينصف المالك ويحافظ على تراث المدينة وهويتها الثقافية. عم تشتغلوا على إحصاءات معينة طبعاً. بأي ناحية عم تشتغلوا لحتى تكون الداتا كمان موثقة وكيف تجاه المعنيين يعني وزارة الثقافة تجاه كل المعنيين بالدولة؟ وهيدا اللي ذكرته بمقالتي من كم يوم أنه من الضروري أنه أي مسؤول يعني يتصدر مهمة رسمية أو مركز رسمي يحط ايده معنا، لان نحن نعتبر مرجع في احصاء هذه المباني واحصاء يعني مواقعها والمشاكل اللي بتدور حولها. يعني في كمان اكيد بوزاره الثقافه دائره الاثار كمان اخذي بعين الاعتبار هالقصص كلها وفي تعاون، ولكن للأسف ما بإيدهم أي قرار تنفيذي. عرفت كيف؟ ممكن يكون ينحط مبنى على لائحة الجرد أنه هيدا مبنى تراثي أو مبنى قديم، ولكن كمان هذا مجرد قرار، ممكن يجي وزير آخر يلغي هذا القرار أو يصير في عليه تعديل. للأسف يعني دائما المصالح والمحاصصات عم تدخل بهذه اللعبة، يعني مثل كل شيء بالضبط. نحن بدنا قانون للأسف، قانون يجبر أو يحث على أنه هذا المبنى خلص يتم الاتفاق مع المالك. المالك كمان ما زنبه، يمكن بده يستثمر الأرض يطلع برج حديث وأنيق وما بعرف شو، ولكن هذا خلل جوهري بهوية المدينة. فلازم يكون في قانون ينصف المالك، يكون في سياسة واضحة بانه مثل اي مدينه تاريخيه. يعني بتروح على اي مدينه باوروبا بتلاقي بنايات عمرها مئات السنين، ولكن من جوا متطوره جدا وحديثه جدا طبعاً. يعني عاملين لكل التسهيلات الحديثه
داخليا. طبعا والتجهيزات الجديدة. اما المبنى من برا فهو هوية المدينة، هوية ناسا. صحيح. وعراقتها اكيد هذا مشروع بده جهد، بده بحث، بده كثير تعاون مع الدولة ومع المعنيين. بالضبط. أدى في يعني تواصل، خليني اقول، وأدى كمان في يمكن البحث عن انه يكون في مساندة من جمعيات عالمية، من اماكن ثانية لحتى تكونوا عم تدعموا هذا المشروع فعليا وتكونوا ماشيين فيه. نحن مع اليو ان هابيتد، المنظمة التابعة للأمم المتحدة. نعم. في تعاون، وكنا شاركنا بملتقى منتدى صار بمدينة أبو ظبي من الشباط الماضي، مش هذا اللي ماضي، اللي قبله، أو لا هذا الشباط الماضي. إيه، فكان في مشاركة لجمعية تراثنا بيروت من ضمن يعني تمثيلها لمنطقة الشرق الأوسط. نعم. وشمال أفريقيا. قدمنا مشروع عن ساحة الشهداء وتاريخ ساحة الشهداء، وعلى أساس هذا المشروع تم اختيار جمعية تراثنا بيروت لتشارك بهالملتقى العالمي. هو ملتقى عالمي للسكان، للمدن والسكان. شو أهميته؟ أهميته أنك تطلع على تجارب الآخرين، تقول تجربتك كمان، وتوضح شو أهدافك بالشغل اللي عم تعمله. نحن مشكلتنا انه اللي بيخطط للاعمار او العمار، مش الاعمار، هو شيء مندثر عم ترجع تحييه، عم ترجع تعمره ببصماتك وبعطاءاتك. اما العمار بشكل عام، تجار العمار للاسف بيحطوا مخططاتهم بغض النظر عن البيئه الاجتماعيه والبيئه السكانيه اللي بتحيط بهذه المنطقه. مثلا اعطيك مثال، اي وسط مدينه، حتى بصيدا، بطرابلس، بصور، في اسواق بعدها موجوده، اسواق شعبيه، اسواق لها تاريخها، لها بركتها، لها. نحن للاسف يعني اللي غاب عن اعمار وسط بيروت هو انشاء هذه الاسواق التي يعني تستجلب كل فئات المجتمع. لا. كل الناس، كل التجار اللي بيقدروا يكون لهم مكان، يكون لهم موطئ قدم، يكون لهم مساهمة بإحياء هذا الوسط. فهون بتغيب عن البعض الناحية السكانية إذا بدك، والاجتماعية. اللي بالحديث عن هذا الموضوع كمان بروح شوي للمجتمع البيروتي، للعائلات البيروتية يلي رسخت هذا التاريخ وكمان ما زالت لليوم هالقد عندها الأصالة بكمان عملها. أدي في هيك تعامل مع هالعائلات، أدي في تواصل، خليني أقول، لحتى كمان تكونوا عم تغنوا الأرشيف تبعكم، تكونوا عم على تواصل مع الكل، وحضرتك يعني من قلب. نعم. يعني طبعا في كتير تواصل مع العائلات البيروتية، في كتير حنين للماضي، حنين إلى ما كانت عليه بيروت. لا. ليس تعصبا مناطقيا، بيروت عاصمة للكل، بيروت عاصمة لبنان، نفتخر بذلك، وعاصمة ترحب بكل زائر أو ساكن أو مواطن، تحتضن الكل. صحيح. لبنانيا وعربيا. طبعا. حتى دوليا عاصمة كانت ملجأ لكل مضطهد عربي بالزمان يعني، وهي يعني موطن حريات وفضاء للحريات. نحن عم نتواصل، أنتجنا عدة فيديوهات عن بيروت، بيروت زمان وبيروت هلأ، بيروت زمان، التعاطي بين العالم، أخلاقهم كيف كانت. كيف عم تقدروا تأمنوا المواد خلينا حتى تغنوا؟ يعني أرشيف، عم نتعاون بأكتر وقت بأرشيف حصري لبعض الكولكترز أو اللي بيحبوا عندهم هواية جمع. طبعاً. الأشياء النادرة. عنا مجموعة كولكترز بالجمعية، أعضاء بالجمعية، عنا مجموعة فوتوغرافرز كمان بيلتقطوا بعض اللقطات الجميلة والمؤثرة، وموثقين يمكن كمان تاريخ بيروت طبعاً بمراحل طبعاً ومحطات. آلاف الصور، آلاف الوثائق. إلى يعني حتى إذا بدك نحكي عن بيروت 2000 سنة ما قبل الميلاد، يعني عنا من 2000 سنة ما قبل الميلاد شو كتب عن بيروت. طبعاً. لغاية كل شيء مؤرخ، كل شيء موجود، كل شيء مؤرخ، يعني كل شيء موثق موجود. عم نحاول نكون، وحتى نحن مرجع لبعض الدارسين. عندهم أطروحة بالجامعة، عندهم بحث، بيلجأوا لنا أنه نساعدهم.
نحن بوقت من الأوقات حنكون بمثابة الأب أو الجد اللي بيحكي لأحفاده كيف كان كيف كانوا عايشين أيام زمان. أنتجنا فيديو عن ذكريات بيروتية، فهيدا الفيديو برم يعني إذا بدك من كل حدب وصوب إجا رجع لعنا، عرفت كيف؟ نحن نشرناه وعاد رجع لعنا بكتير من إذا بدك الاحتفاء بهيدا التذكير بهيدا التاريخ وبهيدا بهيدي العادات. وقريبا كمان عنا إنتاج آخر، عنا إنتاجات كتير بهيدا المجال إن كان بالناحية الاجتماعية أو العادات والتقاليد، حتى فتنا على المطبخ البيروتي، حتى أزياء بيروتية قديما كيف كانت. طبعا يعني في كل هالملفات يعني ما بين أزياء موضة الكويزين أو المطبخ البيروتي أو العمارة أو يعني خلينا نقول مساجد مساجد تاريخية وكنائس تاريخية كتير في عنا مادة يعني بتغطي، عم بتشاركوها كلها على السوشيال ميديا أو بتتحفظوا كلها موجودة، أوقات إشياء تطلعوها بوقتها كلها موجودة على السوشيال ميديا. نتمنى على كل من يعني يرغب أن يدخل ويشوف مواقعنا على السوشيال ميديا بيروت هيريتج أو تراث بيروت على فيسبوك، على فيسبوك، على إنستغرام، على تويتر، يشوفوا على يوتيوب، لنا كتير أفلام نازلة على اليوتيوب يشوفوا. ما يعني للأسف البعض بياخد مادة وما بينسبها لتراث بيروت، هي اللي على صفحاتنا كله من جهد ناس قعدت بحثت وكتبت وصورت. طبعا ومن حقكم انه ينذكر بحال ما استعملت هذه المواد، ينذكر على الأقل، ينذكر المصدر، على الأقل ينذكر المصدر طبعاً. فهيدا اللي بنتمناه كمان للأمانة يعني بالضبط، هيدا رجاء يمكن وطلب لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا عم يفوتوا على صفحات، إذا نشروا أي شيء ينعرف وين المصدر ومين المصدر، إنه جمعية تراثنا بيروت. اليوم في تحضيرات جديدة، هل في مشاريع عم بتفكروا فيها؟ لا والله كل التحضيرات عم بتكون عن بعد إذا بدك، يعني قاعدين ببيوتنا كل واحد بيساهم بطريقته، منلتقى لما تسمح الظروف نلتقى، ما في أي نشاط جماهيري أو فور بابليك لأن كله تحضيرات لما بعد. يعني كان في كتير أجندة كانت مليانة ولكن للأسف وقف كل شيء، مثل ما وقف أشياء تانية، مثل ما كل شيء بالبلد هلأ ناطر. يعني نحن قد يكون الاهتمام بالشأن الثقافي هو مش أولوية هلأ، ولكن أولوية عند ناس كتير لا يكون عندهم فسحة، يكون في استمرارية كمان، يكون في فسحة ويكون في استمرارية لشغل. أدي هالاستمرارية مهمة لجيل الشباب كمان، للجيل الجديد يلي ما بيعرف أشياء عن بيروت، كتير مهم اللي يعني اللي سألته هلأ، إنه لأن إحنا بدنا هيدا اللواء نعطيه لحدا تاني، فعم بتهيأ في ناس في شباب وصبايا حابين يعرفوا، حابين يكونوا مشاركين ومتعاونين وموجودين بمعنى بالجمعية. بعض الشباب والصبايا اللي بأعمار يعني إذا بدك بالعشرينات وحتى قبل عم يدرسوا بالجامعة وبدهم يعرفوا أكتر، كمان حابين يعرفوا ليش صار هيك، صحيح ليش صار هيك ببيروت، وانتوا عم تشتغلوا على هذا التوثيق لحتى يعني اعتبرها يعني تعرضت لتدمير ممنهج للهويه لهويه بيروت من سنين الحرب لهلا، فبدنا نحاول بما تبقى نحافظ على هذا الإرث. على كل حال عم تعملوا شغل أكثر من رائع، تحية لحضرتكم، تحية لكل شخص ضمن إطار جمعية تراثنا بيروت. نائب رئيس الجمعية والإعلامي زياد دندن شرفتنا اليوم لحتى نحكي عن هالموضوع. شكرا. وإن شاء الله دايما نلتقى على بيروت الحلوة، هيدي البيروت يلي بتشبهنا هيك بثقافتها بجمالها، بعيد عن كل شيء بشع عم بيحاولوا يشوهوها فيه. إن شاء الله نتأمل. أهلا وسهلا. نتأمل. شكرا. شرفتنا بصبحيتنا. تسلام. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا، بعد الفاصل منروح كمان للتباعد الاجتماعي يلي كمان طال المهرجانات المتعلقة بالأفلام السينمائية، مع سام لحود بحكي أكثر بإطار هذا الموضوع. بريك ومنتابع نو زابينج، خليكم معنا.
مشاهدينا منتابع بصبحيتنا، برحب بكل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا. منروح على مجتمع السينما، منروح للفن السابع، منروح للثقافة للفن يلي الوحيدين يلي هن بيشكلوا خلاصنا بهالمرحلة البشعة بكل هالفساد يلي عم بيصير. أقله تبقى ثقافة عنوان يخدنا للأشياء الأساسية، للبنان الحلو، للبنان يلي بيشبهنا، بيشبه الناس يلي عم يشتغلوا من أجله. اليوم كمان بدورة جديدة منروح فيها مع مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان بيروت الدولي لسينما الطفل والعائلة. من 3 إلى 7 آب، الانطلاق كان امبارح وبيستمر طيلة هذا الأسبوع. أكيد تعودنا على السنوات السابقة تكون مهرجانات هالقد فيها لمعة مميزة، ولكن السنة كورونا مثل ما ألزمت الكل البقاء بالبيت، كمان هالفستيفال رح يكون أونلاين، وهذا تحدي كتير كبير لأنه بحجم التحضيرات لهذا المهرجان أنه تكون على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون أونلاين المتابعة، يعني أكيد في جهد كبير. مؤسس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، النشيط بالثقافة والصديق والإنسان المميز بعمله، بينضم لي بسكايب لحتى معه نكون عم نحكي أكثر عن هالأسبوع الثقافي السينمائي بامتياز. سام صباح الخير. شو شادي؟ شو أخبارك؟ أكيد سام، يعطيك ألف عافية أنت وكل شباب وصبايا يلي عم تشتغلوا على مدار السنة لتضلكم تعملوا شيء حلو للبنان السينمائي، للبنان الثقافي. قبل ما انطلق معك ونحكي عن المهرجانات، هيك اسمح لي فوت شوي على مجتمع بيروت السينمائي. خبرني شوي كيف لحتى انطلقتوا وشو الهدف من ترسيخ هيدا العنوان؟ نحن الصراحة شادي بتعرف انه المهرجان مثل ما قلت بياخد تحضير كتير وشغل كتير وتعب كتير، لدرجة بتصير تحس انه حرام نخسر هالpossibility انه نقدر نعمل مهرجان ويخسروا الجمهور يقدر يحضر هالأفلام. ولقينا انه ما بقى عنا ولا حل الا انه نروح على المواقع الافتراضية، الفيسبوك او الناس اللي بدي يحضرون. اليوم أخذنا هذا الخيار لأنه لقينا أنه التأجيل ما بقى بينفع، لأننا أكيد بنحب أكثر أن نلتقي مع الناس ونشوفهم بصالة السينما ونحكي حول الأفلام وفي حلقات حوار ومحاضرات، بس مثل ما أنك شايف الوضع صار أصعب منا. طبعا هذا الوضع يلي بيخدنا كمان لتفاصيل يلي رح نحكي عنها اليوم، بس نحكي عن عجلة هالمهرجانات، نحكي عن مهرجانات السينمائية، بنحكي عن مهرجان بيروت الدولي للسينما المرأة يلي صار كمان جزء أساسي من المهرجانات بعمر كتير صغير. خبرني سام، التركيز على المرأة في السينما والتركيز على هالمهرجان المخصص لإلها، قبل ما أحكي عن الأفلام القصيرة وقبل ما أحكي عن سينما الطفل كمان، أدى هذا شيء مهم على صعيد لبنان وعلى صعيد الوطن العربي؟ أكيد نحن اليوم السينما بتلعب دور كتير أساسي بتحويل المجتمع. منعرف نحن قدي ممكن الميديا تكون فعالة بتوصيل المساج، والسينما كمان، لأنه إذا منطلع ومنشوف كل المواضيع اللي عم تتعالج بالسينما هي مواضيع تقريبا عالمية وبتمشي على كل الدول، وقضايا المرأة هي من هالإشياء. نحن وقت منفكر حالنا أنه إحنا جزيري بقلب العالم، أو منفكر أنه دين مش سريعتنا، نحن لوحدنا موجودين، منلاقي من خلال السينما، لأن السينما بتحكي، بتخلي الشعوب تحكي مع بعضها، منلاقي أنه الأفلام اللي عم تجي من جنوب أمريكا، من شرق أوروبا، من أفريقيا، من آسيا، من كل الدول الاسكندنافية يلي هن نحن معتبرون أنه هودي الدول يمكن سبقتنا بمعايير حقوق الإنسان، منلاقي أنه حتى من كندا أو من أمريكا، منلاقي القضايا هي ذاتها اللي نحن بتوجعنا عم توجعون. وهون السينما محطة كتير أساسية أنه نحكي عن هالتوبكس، يلتقوا الناس ببعضهم ويناقشوا هالشيء ويقدروا يشوفوا نقاط الاشتراك المشتركة بيناتهم، وكمان لحتى نقوي دور المرأة العاملة بالسينما. يعني كمان الأفلام هي أغلبيتها أفلام من إنتاج أو إخراج وكتابة نساء، بنحب نشوف نحن قضايا المرأة كيف عم بتشوفوا المرأة وكيف عم بتشوفوا الرجل أكيد كمان. والمهرجانات السينمائية موجودة لهيدا السبب، يعني قسم كبير منها أكيد في مهرجانات كبيرة بتعرف شادي
في مهرجانات من اجل الجوائز ومن اجل انه نشوف اي افلام عم تاخذ الاتنشن اكثر تبع الميديا، انما اكيد في مهرجانات مستقله الهدف تبعها هو التيماتيك المضمون، يعني مضمون الافلام، وبتساهم بمطرح المطارح بتوعيه الناس على هالقضايا. يعني ما رح تعمل تغيير كثير كبير، بس انما لما تعمل توعيه خصوصي للجيل الشباب بصير عندهم سنسبيليتي على هالمواضيع، بصيروا ينتبهوا كيف بده يحكوا عنها، كيف بده يتعاطوا معها. وهيدا الشغله الاساسيه، لانه اذا ربيت، او ما بدي استعمل كلمه ربيت، يعني اذا عودت الفيلم ميكرز يطلعوا على قضايا الانسان بشكل افضل، وتعود الميديا تطلع قضايا الانسان بشكل افضل، بتقدر تعمل ساعتها التغيير يلي مطلوب بالمجتمع. صحيح. سام، لما نحكي عن هالمشاركه من يعني مختلف اقطار العالم، خليني اقول كيف عم بتتم غربلة الأفلام لحتى يتم انتقاء عدد معين للمشاركة وللعرض؟ واليوم كمان رح نحكي عن صيغة الأونلاين يلي نحن متاح لنا كلنا أنه نشاهد هالأفلام أونلاين، خبرني أكثر. صح، هو بتعرف كفستيفال في عنا بلاتفورم أونلاين، ديجيتال بلاتفورم اسمه فيلم فريواي، أو الأشياء الثانية من خلال الويب سايت، العالم بتقدم فيها الأفلام. نحن بنتلقى شهادة بالسنة حوالي 1500 فيلم من أكثر من 110 دول السنة وصلنا. هيدي الأفلام في مجموعة متخصصين بيحضروا الأفلام، عندنا 6 أشخاص نحن بيتابعوا الأفلام بيحضرون كليتهم، يعني مقسم كل شخص بيحضر مجموعة، بعدين بيعملوا شورت ليست، بنرجع نجتمع كلنا كمجموعة بنناقش الأفلام كلها وبنختار البرنامج النهائي اللي بيوصل للناس. أكيد هيدا بيوصل للعالم مثل ما نقول the best of the best، يعني أفضل الأفضل، والناس اللي رح يحضروا الأفلام رح يشوفوا أنه وصل لهم أفضل نوعية من الأفلام اللي أنتجت خلال العام 2019. اليوم كم فيلم، يعني من بعد هذه الغربة اللي كلها، كم فيلم اليوم نحن على موعد معهم خلال هالأسبوع؟ عندنا حوالي 125 فيلم بالمباراة بالكومبيتيشن. نعم. بثلاث برامج، انما يلي توزعوا على الناس ليحضروه من خلال اونلاين اني بحدود ال 100 فيلم، لانه في 25 فيلم بعد ما عندهم حقوق لينبثوا اونلاين، بقى نحن احتراما لحقوق الملكيه الفكريه ما بنحط الافلام يلي بعد ما عندها رايت. طبعا اذا بدي اروح ومن ضمن مجموعه الافلام لنروح كمان لمهرجان بيروت الدولي للافلام القصيره، خبرني شوي عن اهميه الافلام القصيره الى اوقات كمان بوقت اقل قادره توصل فكره هالقد كثير مهمه، وبدي استغل هذا الموضوع كمان لنحكي عن التالنتس اللبنانية اللي كمان بأفلامهم القصيرة عم بيكونوا عم يبرزوا وعم بتكونوا عم تسمحوا لهم الفرصة انهم يلمعوا كمان خارج لبنان ويبينوا أعمالهم وجهدهم من خلال أفلامهم القصيرة، خبرني شوي عن هالموضوع. مزبوط، ميرسي شادي انك فتحت هيدا الويندو، لانه اليوم الافلام القصيره الناس مش معوده عليها وما بتعرف انه في مخرجين عم يشتغلوا كمان. اليوم فيلم القصير والفيلم الطويل بالنسبه لنا هو ذاته، انما القصير هو بس وقته اقل واسرع، مثل ما قلت توصل الفكره بشكل اسرع. هلا اليوم في كثير مخرجين شباب وصبايا من لبنان بالافلام القصيره عم يلمعوا كثير بالعالم، نحن بنسمع اكيد الاسامي الكبيره، بنسمع بانه نادين لبك اخذ جوائز، زياد الدبيري، بهيج حجاج، جورج هاشم، بنسمع بهالاسامي الكبيره اللي انه عم ياخذوا جوائز، انما ما بنعرف كمان انه في عندنا منون نمور، في عندنا وسيم جعجع، في فرح شاعر، في اشخاص افلامهم عم توصل على مهرجانات، يعني هودي كانوا نجوم السينما اللبنانيه بهيدي السنه بالافلام القصيره يلي كانوا بتورونتو بمهرجانات كتير كبيره، بقى هول الاشخاص اللي مخرجين المستقبل. ونحن مثل ما بتعرف انه بلشنا سوا وانت كنت معنا من اول اديشنز وقت عملنا انديو انترناشونال فيلم فيستيفال اللي هو متخصص بالافلام القصيره، كمتطوع وتقدم البروجرام وتعمل نقاشات وحوارات، يعني بتعرف مزبوط الانرجي الموجوده بهيدا الانفايرمنت. اليوم بيروت شورتس هو امتداد لهيدي، يعني احنا صرنا انديو فيلم فيستيفال ما قدرنا نظمناه السنة الماضي بسبب الظروف، بقى لقينا انه في التزام مع الافلام القصيره اللبنانيه، اطلعنا بيروت شورتس بروجرام لحتى يكون عم يعبي هيدا المطرح، او ممكن يكون نوع من ريبراندينج ونروح على مهرجان جديد متخصص بالافلام القصيره، بنعمل بنش مارك مع اكبر مهرجانات بالعالم. تعرف من خلال هذا الفستيفال في عنا تقريبا تعاون مع أكثر من 40 مهرجان دولي. نعم. بأوروبا من المهرجانات الكبيرة المتخصصة بالأفلام القصيرة، وهيدا بيخلق فرصة أنه تقدر تعمل إكسشينج، يعني نخلي الأفلام اللبنانية يوصلوا على أكبر عدد ممكن من المهرجانات. يعني إحنا بنعمل بروغرامينج لأفلام قصيرة لعشرات المهرجانات بالعالم،
بنبعث لهم افلام لبنانيه حتى بظل الازمه هلا بوقت كورونا والازمه الاقتصاديه. نعم. عم نبعث كثير افلام لافلام طلاب لبنانيين عم بيروحوا يشاركوا بمهرجانات دوليه. صحيح، الميرجينج عم بيكون دائما على مدار السنه وحتى خارج اطار يعني الفستيفال لحتى يكون في هذا التبادل الثقافي. سام بعرف قد ايه نشيطين وانت تحديدا باطار هيدا الموضوع. بدي اروح شوي لسينما الطفل يلي يمكن مش معودين عليها، يلي كمان ضوت لنا على جانب اخر من عالم الفن السابع. صح، هو للصراحة نحن وقت نشتغل إيفنت شادي أنت بتعرف ما بنشتغل بس إيفنت لحتى بس نتسلى، إنه عم نعمل إيفنت أصلاً وقتنا كتير ملان، يعني وقت نطلق شغلة لأنه في إلها سبب. واليوم الأوبزرفيشن تبعنا من خلال بيروت فيلم سوسايتي، مجتمع بيروت السينمائي، ومع علاقتنا مع أصدقائنا بالمهرجانات الدولية، اكتشفنا إنه أصعب شغلة إنك تلاقي فيلم للطفل بالعالم العربي. يعني أفلام بالعالم العربي يا أفلام بتحكي عن الحرب وعن القتل، يا أفلام بتحكي عن الأكشن، يا أفلام بتحكي قصص حب، وصارت قصص حب كتير مستهلكة. يعني بالوقت يلي العنصر الأساسي في المجتمع اللي هو الطفل، يلي أنت بحاجة تعمل له شيبينج مضبوط على شخصيته. سام بعدك معي على الهواء؟ رجعت بتخيل. ايه سام معك معك معك، يلا نحن مكملين. تفضل. هيدي الافلام ما بتشبه الطفل ولا بتشبه ثقافته ولا بتشبه بيئته ولا عم تعطيه اللي مطلوب ينعطى له. بقى من هيك نحن عم نلاقي انه في حاجه كثير اساسيه على انه يكون في افلام للطفل ونوصل افلام للاطفال. وهيدا البرنامج كان مفروض يكون عم يبرم على المدارس، يعرض بصالات المدارس وطلاب المدارس بيجوا يحضروا بصالات السينما ونعمل نقاش. انما هلا انتقلنا على الديجيتال بلاتفورم لوقت اكيد هيدي استثناء. ان شاء الله السنة الجاية بنرجع للحركة الأساسية اللي ممكن توصل لهدف المهرجان. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. رح نشوف ونتشارك مع المشاهدين قبل ما نرجع لإلك سام ونختم حوارنا انا وياك، رح نتشارك تيزر بيجمع هيك ابرز لقطات من الافلام المشاركة بهالدورة من مهرجان بيروت الدولي للسينما المرأة، مهرجان بيروت الدولي للافلام القصيرة، ومهرجان بيروت الدولي للسينما الطفل والعائلة. منتابع سوا. مع هالأفلام يلي نحن على موعد معهم من 3 ولا 7 آب 2020، ختاماً رح يكون مع الماسكوت خليني أقول تبع هالمهرجان يلي هي الممثلة الفرنسية وناشطة نسوية المولودة بلبنان دلفين سريج، يلي كمان رح يعرض فيلم وثائقي دلفين إيكارول عن حياتها وحياة المخرجة كارول روسو بولز. خبرني شوي سام عن خياركن كمان لهالشخصية تحديداً النسائية لتكون الماسكوت تبع دورة هالسنة. هو هيدا الفيلم دلفين كارول كان السنة موجود سنة الماضية في 2019 ببرلين، شفنا الفيلم بقينا انه معبر كثير عن النضال النسوي اللي صار بأوروبا بالسبعينات، وعملته شخص ممثل خلقت بلبنان. يعني كان اكتشاف لنا ولفريق العمل، وقررنا نعرف الجمهور اللبناني عليها من خلال هذا الفيلم بدعم من السفارة السويسرية. كنت عم تقول بدعم من السفارة السويسرية، وبعرف انه كمان هالمهرجان هو بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، مانتر أريبيا، فيجنير ميديا، وسيستك ميدل ايست، كلهم بيجتمعوا لحتى يصبوا بموضوع الثقافه بهالمهرجان. تفضل كمل سام. وهيدا الفيلم يعني انا هلا رح نبعث اليوم رح نشارك اللينك تبعه الجمهور يلي بحب يحضره اكيد، لانه اي اوبنر يعني بيفتح العين على اشياء بفرجي عن جد كيف بقلب اوروبا سويسرا بنعتبرها نحن رول موديل. نعم. كيف الحركه قدرت اخذت حقوقها بالسبعينات وحطت المراه كشريك فعال بالمجتمع. نعم.
سام لحود، مؤسس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي، شكرا لمداخلتك ولوقتك اليوم. وفقين بخلال كل هذا الأسبوع، وعلى أمل ترجع عجلة الحياة اللبنانية بمجتمعنا بثقافتنا إلى وتيرتها الطبيعية لنقدم أشياء حلوة مثل ما كنا عم نعمل دايما. شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك. مرسي لك شادي ومرسي التلفزيون. يا هلا مشاهدينا، منتابع بصبحيتنا نحن وياكم بعد الفاصل. منروح للبنان الحلو، للبنان الشمالي الجميل جدا، للكورة تحديدا. ميشيل سالم ضيف زميل جو بفيديو وثائقية بتاخدنا أكثر لمناطق بالكورة. بريك ومنتابع نو زابينج، خليكن معنا. مشاهدينا، عودة لكم لنتابع صحيتنا من جديد. برحب بكل اللي انضموا لنا بهذا الوقت. نحن وياكم مستمرين مع مجموعة فقرات ولقاءات متنوعة ومتعددة. لقاءنا التالي رح يخدنا إلى شمال لبنان، وتحديدا إلى قضاء الكورة. هذا القضاء اللي بيتميز بناس وبطبيعة الأحوال، بيتميز أيضا بامتداده الجغرافي، كما أنه بمجموعة من الزراعات الخاصة بالقضاء. هذا لبنان الحلو، الوجه الحلو للبنان. نحن وياكم رح نتعرف أكثر على قضاء الكورة برفقة ميشيل كمال سالم. ميشيل صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك معنا، شرفتنا. ميشيل، انت ضيفنا لنحكي عن قضاء الكوره اللي حضرتك مؤخرا استحدثت صفحه على الفيسبوك. مزبوط. بتعمل فيها هيك نوع من تاريخ لكل شيء بالكوره، قرى، بلدات، زراعه. خبرني كيف بلشت الفكرة. انا بديت اول شيء صرت صور ببلدتي بطرام، صرت صور كل شيء خاصه بالمواسم وهيك، وعرضت كم فيديو وانعجب كثير من المسافرين برا والناس يلي بالضيعة. فقررت افتح فيسبوك وضوي اكثر على الكورة وصور كل ضيعة بتقنية 360، يعني بتشوف الصورة كل شيء حواليها، يعني بتعملها تاج تراج وبيبين كل شيء حواليها الصورة. تماما، يعني اليوم بلشت انت بفكرة بسيطة من خلال بلدتك بطرام. مزبوط، ورجعت وسعت اكثر وحكيت عن الكورة. والكورة بتشتهر بسهلة الزيتون، يعني الزيتونة هي سلام البيس. تماما تماما. الزيتونة ليش اليوم كشاب بده يكون عندك اهتمام بقضائك ببلدتك؟ بتعرف اليوم ناس معجوعة أكثر بأشغالها وإلى آخره، هذا يعني خلينا نقول يعني التوجه نحو المجتمع ليش موجود عندك؟ أنا بحب ضيعتي بطرام، بحبها كثير، والكورة عندها معزة خاصة بقلبي يعني. فنحن ربينا بضيعتي الكورة بالطرام وحبيتها كثير. تمام، حبيت اضوي على الكوره اكثر لانه شفتها من ما حدا عم يضوي عليها. بتشوف انه في نقص بالاضاءه على 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 هذا على هذا على هذا القضاء. من هون رحت لحتى هيك تفرجي اكثر قضاء الكوره من خلال الصوت والصوره على الفيسبوك. مين هن الناس اللي بيتابعوا الصفحه على الفيسبوك؟ في كثير من الكوره، وفي كثير ناس من الكوره عايشه برا سافرين. بس مثل هلا عم نشوف في صور للكوره. يلا بلشنا نشوفهم. بقى نعرض فيديو. رح نشوف الفيديو. بقى نعرض فيديو هلا. هذا فيديو مصور بالدرون. عميون عاصمة الكورة. اوكي. عميون فيها كثير آثار مثل الشير، مثل الكنايس كثير. وهلا بهلا بهالعيد السيدة بنعمل مهرجان كبير بطرام كمان. بس هلا بوضع الكورونا ما احنا قدرنا نعمل. لحظة بنلغى كل الاشياء. هيدي بطرام ضيعة شار مالك والي سالم والبير سرحان وبروفيسور فليب دكتور انطون سالم دكتور موسى عبود. هيدي عابة ضيعة كمان صغيرة فيها كثير كنايس. عفظ دي الكورة هيدي. بس هلا بدي هون ضوي على شغلة بعفظ دي وفيع وكفر حزير. كله المقالع عم يكسروا من الجبل، فمشان الاسمنتو وهيك في مشكله مقالع. لازم هذا نوقفها باسرع وقت مع وزير البيئه. اكيد. لكن هيدي الكوره بشكل الكوره كلها سوا انا مصورها هي بتقنيه درون مش مزين. كمان هون عم نشوف عم مش مزين عمرين بحيره حلوه كثير، عم يجيبوا سواح كثير عليها عاملينها جديد، وهي مشهوره بالصنوبر. بسنوبر بشمزين فيها. لكن شجرة السنوبر ما زلنا عم نشوف بشمزين بهذا الوقت. من بشمزين رح نقول على ضيعة تانية. درب عشتار. درب عشتار. درب عشتار هيدي ضيعة كتير حلوة بتطل على البحر. حلو.
هلا بعدين بتطلع انفه مشهوره كثير بال انا بدرب عشتار وحده وحده نمشي نحن والضيعة مع بعض هون ما زلنا بدرب عشتار من درب عشتار هلا رحنا على ددي ضيعة مختلطة فيها مسلمين ومسيحيين وبتطلع على البحر وقريب كثير على طرابلس تماما كل احوال يعني الكورة هو امتداد لمدينة طرابلس كمان يعني مزبوط. امتداد من طرابلس على الكورة رحنا على فيع فيع مرسمعان دار مرسمعان بيعيدوا له كل سنة بس هلا بهالظروف ما حدا عم يعيد شيء بطبيعة الاحوال كل احتفالات التجمعات عم بتكون متوقفة على وين رحنا هون؟ هلا الحاد جامعة البلمند اهم جامعة بلبنان من اهم جامعات طبعا في الانديو كمان بالكوره كمان وهون في دار بلماند كمان بهالجامعه بقضاء الكوره ببلش على اي ارتفاع وبيخلص على اي ارتفاع هو يعني مؤاتي ل 500 متر هذا الاقصى الاقصى اقصى وفي ضيعه انفذ ضيعه على البحر ضيعه دغري على سطح البحر هون رحنا لك فرحزير كمان حكينا انه الوضع البيئي ما لازم يكون هيك تماما يعني هيدي مناشدات لكل ابناء القضاء اللي بيطلع بيمر بالقضاء بشوف كل اليافطات اللي بتحكي عن الوضع البيئي بالمنطقه ولابد من معالجته فرصارون هيدي ضيعه حدك فرعقة فرعقة مشهورة كثير بالزيت وبالزيتون عندها أكثر من ضيعة معاصر زيتون وزيت رح نحكي بعد شوي عن الزيتون مزبوط. والزيت بال بس هي ضيعة كثير مهمة بالموضوع هون ما زلنا بكفرعقة وخلينا نقول إنه بلدات القرى هي متلاصقة مع بعض البعض يعني اللي بيروح ما بيعرف إنه هون كفرعقة هون غيرها هيدي كسبة رحنا على كسبة دار حنطورة أهم دار تقريبا بلبنان هو معمر بالجبل كل شيء زقوه على الدبه حديد كله ما فيك تطلع بالسياره دار حمطوره اليوم التابع للكنيسه الارثوذكسيه تحديدا اللي هو من يعني افضل الاديره الارثوذكسيه بلبنان وبالعالم تحديدا هون رحنا على انفه فيها كثير سياحه طبيعه الاحوال ودار وملحات وبيعملوا ملحات فيها اللاستاليناس تحت الريح هدول اهم منطقتين سياحيه تماما ودار سيدة الناطور كمان بانفي عندي صوره لقلبي وانفي سياحيا كمان اخذ حقها بامتياز تماما يعني هيدي مجموعه هيك سريعه من بلدات وقرى في كم بلده ناقصه ما يخزون يلا مرتجي بدك تزيدهم على على شغلك بكل الاحوال يعني نحن تلفزيون لبنان كان عندنا برنامج يضوي على كل هيدي البلدات وبعتقد الكوره اخذت حصتها مع الزميله فيكي ببرنامج مشوار اللي فعلا هيك هيدي البلدات والقرى اللي بتستحق انه نضوي عليها قد ما كانت صغيره البلده بدلفي بقلبها عمل حلو بدلفي بقلبها شيء حلو المفروض نتعرف عليه ميشيل اللي ما بيعرفوا قضاء الكورة نحن يعني المجاورين لقضاء الكورة مشهور هذا القضاء بالعلم والثقافة كمرتبة أولى يعني اليوم لما تقول الكورة قبل ما تقول سياحة وقبل ما تقول خضار وقبل ما تقول زيتون وقبل أي شيء نمبر 1 بالعلم علم وثقافة من وين برأيك هيدي الورثة إذا صح التعبير بالقضاء هو في كتير ناس معلمة وناس كانوا كتاب عدل وناس كانوا محامين فصاروا يعلموا اولادهم انه لازم يعملوا اطباء، لازم يعملوا مهندسين، يعني كل الكوره مشهوره بهالموضوع. برايك في دور للاحزاب اللي موجوده كانت بالمنطقه لانه نعرف انه الكوره هي منطقه ايضا فيها عمل سياسي وحزبي بامتياز، قديش الاحزاب لعبت هذا الدور الايجابي بالدفع الى العلم والمعرفه؟ خلينا برات الاحزاب بس كان في دور يعني أكيد. في دور يعني واضح كان كمان في دعم كان يجي من الاحزاب تيعلموا ناس تماما وما زالت الكوره على هيدي الطريق يعني اليوم مزبور. العلم والمعرفه والثقافه هي نمبر 1 عندها هلا بقى نحكي عن رح نحكي عن الزيت والزيتون كم بلده بضم القضاء تقريبا شي 50 بلده 50 بلده بقضاء الكوره اللي هو مثل ما قلنا امتداد لطرابلس يعني تقريبا الكوره هي امتداد لطرابلس وشكه تماما فيك تطلع لها من شكه من شكه او فيك تطلع لها من طرابلس كمان تماما بدك تحكي عن الزيت والزيتون يلا انه الزيت والزيتون هلا بدنا نعرض فيديو طبيعه الاحوال بدنا نحكي نشوف كيف كان الزيت ينعصر قديما وكيف صار حديثا ينعصر هلا هيدي عم تحكي عن المعصره التقليديه مزبوط هيدي دبه ما هيك دبه بدبه بالكوره تماما
الزيت كان ينعصر على الحجر القديم وينكبس على حديد تماما. هلا عم نشوفه هون، عم نشوف هون كيف طريقة العصر التقليدية هون، يعني وقت يخلصوا على الكبس بشيلون وبيحطون بهيدي الحديد تينعصر الزيت مزبوط. تماما تماما، هذا كمان من تصويرك. مش كله من تصويرك، بدينا هيك نحن وصورنا مواسم العنب والتين وكل هالقصص. هون ما زلنا كيف عم بيشتغلوا على الزيت، هون ما زلنا بالمعصرة التقليدية. تقليدية ما زالت عم تشتغل معصرة تقليدية بالكورة، معصرة الحجر كله اثنيناتهم. في ناس تطلب يعني في ناس تطلب معصرة حجر، يعني بدنا نعصر زيتوناتنا على الحجر. أزبط هيك، يعني كله إيجابياته وله إيجابياته وسلبياته. كمان بقول لوزير البيئة كمان إذا في اهتم لنا بموضوع ما يبعث لنا أدوية للزيتون، يعني مسؤوليات الزيتون مرات بينضرب يعني كمان مزارعين الكرة بتابعوا بعتقد، يعني اليوم من أشهر زيتون زيتون الكرة. هون هلا بينقضون بيشيلوا الزيت بينقضون تماما. هلا هون عم نتابع عملية عصر الزيتون وتحويله لزيت بالمعصرة التقليدية اللي هي على الحجر قديم. على الحجر تحديدا، واللي فيها دور للإنسان أكثر من المعصرة الحديثة بطبيعة الأحوال. هون بآخر مراحل بتابع. ايه هو اللي شف شاب هلا بيجي بينقضن بشيلهم هيك نتفي نتفي بايده، هنيك كله على المكانات. المعاصر الحديثه هي معاصر المكنه بطبيعه الاحوال. ليش حبيت تعمل هذه المفارقه ما بين العصر التقليدي والعصر الحديث؟ لانه ضوينا على اثنين سوا، على القديم وعلى الجديد. في ناس بتحب تعصر على القديم وناس بتحب تعصر على الجديد. على الجديد كثير مهم يعرفوا العالم انه كيف كنا نعصر قديما. بيقولوا زيت الكوره يعني عنده ميزته، بتعرف اليوم زيت الجنوب زيت الكوره مزبوط. كل منطقه مشهوره بنوعيه زيتها، بيقولوا زيت الكوره لونه قريب للاخضر اكثر، يعني زيت الذهبي تماما. ليش هذا الشيء؟ يعني بتعرف معلومات عن طبيعه زيت الكوره؟ ايه زيت الكوره كثير يعني نمبر 1 بهالقصص لانه لونه هيك اخضر ومثل الجولد بيجي تقريبا. تماما هون عم نشوف هذا هون نتيجه العصر القديم، يعني العصر على المكانات القديمه او بالاحرى على الحجر. عم نشوف تعبئة كان قديما يعصروا يجيبوا دبه وتبرم الحجر الدبه. تماما تماما تماما، لحتى اليوم صارت احدث شوي ولكن ما زلنا بمبدا الحجر. هون عم نشوف تفريغ الزيت بالأوراق الخاصه فيه، نقضوا بايده المعلم وحطوا بهيدي تماما. اليوم للاسف كمان اسعار زيت الزيتون عم بتكون مرتفعه جدا على هيدي الحديثي. هون عم نشوف العصر على المكنات الحديثه اللي هو طبعا نفس المبدا يعني أكيد يعني، ولكن طرح هون بيغسلوه هونيك ما بيغسلوه بيغربلوه هونيك تماما. هون بيغسلوه وبيظبطوه وبيكبسوه، ما في بتشوف شيء هون كله مكنات بطبيعه الاحوال. والنتيجة نفسها تقريباً مش ما تنزلها من المعصرة الحديث، النتيجة نفسها تقريبا. ولكن في ناس بعد عندها الرغبة إنه تكون بس هون تمروا على الفرازة هون تفرز الموش عن الزيتون اللي بينعصر بيعطي نوعية أفضل برك من الزيت. ما كانت حديثي بطبيعة الأحوال عصر الزيتون، زيتون الكورة اللي هو يعني مشهورة الكورة بزيتونة، واللي بيقطع بالكورة بشوف مساحات كبيرة من الزيتون. هو عندنا سهل كبير للزيتون تمام، الكورة مشتهرة بهالموضوع. اليوم كشاب حضرتك ميشيل شو بتشوف بينعصر الكورة؟ يعني اليوم أنت كشاب بعيدا عن السياسة وعن الموضوع البيئي اللي هو مطلب صار معروف للكورة، اليوم أنت كمواطن لبناني بتعيش بالكورة، ما نزحت على بيروت تتعمل مستقبل لألك، شو بتشوف الأشياء اللي بتنقصها؟ لا الكورة تقريبا ما عندها شيء ناقص، عندها جامعات، عندها مدارس، أهم مدارس فيها وجامعات، وفي كتير مستشفيات مهمة كمان، في كل شيء تقريبا، يعني كل شيء بيحتاجه مواطن موجود موجود بالكوره. والناس بتصيف وبتشتي بالكوره، يعني ما حدا بيطلع لا ابدا، يعني هي صيف شتي فيك تعيش فيها بالكوره، وكثير قريبه على وين ما كان، يعني قريبه على بيروت ساعتين على بيروت.
تماما وعلى طرابلس قريب يعني المدى. صحيح، وهي ابرشيا يعني الكوره تابعه لابرشيا طرابلس المارونيه يعني اجمالا، وفي الروم الارثوذكس ايضا في هذا الاختلاط بالكوره اللي بشكل نموذج في نموذج كثير حلو وروم وسني تماما في نموذج حلو بالكوره. خبرني عن البيج عن الفيسبوك، كيف الناس عم تتفاعل معها خاصه الاقتراب؟ ناس كثير مبسوطين بالبيج شو عم اعمل، وحبين كتير بالاقتراب شو عم نضوي كتير على الكورة، وعم يشوفوا ضياعهم وعم يحبوا كتير الموضوع. أنا بدي أتشكر كل رفقاتي اللي عم يدعموني، عبدو عبود، جيمي سابا، توني نجار، وبدي أتشكر كمان أهلي وخيي يلي ما تركوني ولا دقيقة وضلوا دعميني. دايماً الدعم لهذه البيج دايماً تكون عم تقدم مزبوط الصورة الأفضل عن عن الكورة. نحن بانتظار المزيد على هذه البيج ميشيل، وإن شاء الله دايماً كل أقضيتنا يكون في حدا هيك عم بيضوي عليها بطريقة أفضل. بدي أتشكر تليلي بون وشكراً لكم. أهلاً وسهلاً فيك معنا ميشيل سالم، شكراً لك، يعطيك ألف عافية، أهلاً وسهلاً فيك. مرسي. مشاهدينا إلى فاصل قصير ومنتابع، خليكم معنا. مشاهدينا عودة لكم لنتابع صبحيتنا من جديد، برحب بكل اللي انضموا لنا بهذا الوقت إلى لقاء أخير رح يجمعنا بمسؤول المعلوماتية بالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أستاذ جوزيف نخلة. صباح الخير. صباح أهلا خير. وسهلا فيك معنا، يعني الموضوع الشائك بلبنان بهذه الفترة. صحيح. التعليم والمدارس، التعلم عن بعد، التعليم عن بعد. بكل أحوال حضرتكم نظمتوا مؤتمر بيحمل عنوان إدارة التعلم والتعليم عن بعد. نعم. بلش ب 22 تموز ومستمر لغاية 5 أب تحديدا، يعني يوم بكرة. بطبيعة الأحوال موضوع التعلم عن بعد أو هذا الملف اللي استجد علينا كلبنانيين كقطاع تربوي بشكل عام ما زال حديث تحديدا. انكم تعملوا مؤتمر بهيدي السرعة، هيدي علامة فارقة على النوعية اللي بتقدمها المدارس الكاثوليكية بشكل عام. خبرني شو المؤتمر، عن شو عم بتفوكسوا بالتعلم عن بعد تحديدا؟ نحن مثل ما قلت حضرتك انه التعلم عن بعد هو موضوع جديد نزل باراشوتي على العالم بحكم الظروف القائمه من كوفيد 19 والحاله الاقتصاديه العالميه. تماما. من هون دائما حتى توعي المجتمعات وتوعي المسؤولين بهالقطاع بالذات اللي هن عنده مسؤوليه مباشره، ارتقينا انه ننظم مؤتمر يضوي على موضوع التعلم والتعليم عن بعد، لانه الوعي هو اساس فكر اي تقدم. اذا انت مش واعي للامور اللي عم تصير حواليك وللمواضيع اللي رايحين لها وين رايحين، ما بتقدر تنفذ الخطط اللي بتنمي الاجيال وبتنمي تمام. القطاع وبترتب الامور تمام. من هون اطلقنا العنوان اللي هو اداره التعلم والتعليم عن بعد، يعني اداره التعلم. هون في عنا اداره يعني مدراء مدارس، عندنا التعلم اللي هو عملية بتختص بالأستاذ، وعندنا التعليم اللي هي العملية اللي بتختص بالتلميذ والأهل. تماماً، يعني عندنا أربع شمولية كاملة إذا صح التعبير، عندنا أربع جهات معنية بهذا. صحيح. الموضوع إدارة، مدرسين، أساتذة ومعلمات، أيضاً عندك الطالب، واليوم ضفت الأهل عندهم دور رئيسي يعني كمان طبعاً. بهذا الموضوع أربع جهات معنية بالتعلم عن بعد أستاذ، ولا حدا كان مفكر بالموضوع لنكون واقعيين. يعني نحن بالفصل الأخير يعني ولا حدا كان مفكر أنه هو لح ينحط أمام هيك ظرف. فجأة جينا تحول اللابتوب لكل الخبرية للعملية التربوية كلياتها، رحنا لزوم لواتساب لما بعرف شو، يعني كل مدرسة اعتمدت شيء، معنا أنظمة موحدة. قيمتوا هذه الفترة؟ يعني أول شيء عملتوا تقييم للسيمستر اللي قطع؟ هلا هون اذا بدنا نقيم التجربه، هي تجربه اكيد من ما لا شك فيها انه بنقدر نعطيها علامه جيد. ليه؟ لانه سرعه التاقلم بالموضوع، سرعه انجاز المدارس انه تقدر تعمل سويتش من مكان تقليدي لمكان حديث بسرعه قياسيه. يعني قدرنا نقلنا مدارس بظرف جمعه 10 ايام بلشت تشتغل اونلاين. هيدا اول شيء بنم عن ديناميكيه الشعب اللبناني، لانه الديناميزم هو بحب الحياه. صحيح. وبنم كمان عن مسؤولية الإدارات المدارس اللي أخذت قرار جريء أنه بنقل لحتى تقدر تنقذ العام الدراسي بأقل الخسائر الممكنة. يعني أنا بدي أعتذر من بعض الأشخاص اللي بيقولوا التجربة فاشلة وما نجحت. نحن اليوم بالوضع القائم
يعني اذا بنقيس على صعيد الدوله اللبنانيه بنشوف فشل كثير كبير باذن الجميع، بنروح على دول العالم كله بنلاقي فيه فشل. يعني ما بدنا نجي نطلب الايدياليزم نحن كله سوا، ونحن بنروح على امريكا وعلى يوروب بنلاقي عملوا لوك داون بهالمرحله بالنسبه للانترنت وغيره، لانه ما في دوله كانت محضره لهالظرف اللي هو موجود. مشان هيك صار في عند كل العالم انتقل السيستم التعليمي للاونلاين، انتقل البزنس والكوربوريت كله لريموت سيستم من البيوت. تمام. صار في ضغط كتير كبير. بس استاذ جوزيف العالم كان يعني كان متجه او في كتير مدارس يعني كانت تعتمد على الاونلاين، يعني عالميا هذا الشيء نحن بنعرف موجود. عندنا بلبنان ما يعني ما كنا مفكرين، يعني حتى ما كان في تفكير لمدارس خاصه ولا مدارس رسميه. بدي اوضح لك شغله، هو التعليم الاونلاين بلش بالجامعات، ونحن الجامعات اللبنانيه متقدمه بهالمجال. ليه؟ لانه في وعي. ولكن لما بنحكي بالمدارس الاكاديميه، يعني نحن اليوم عندنا ماضي بلبنان ومش بس بلبنان، بالعالم. انا عم بشتغل مع شركات عالميه اليوم بحكم مسؤوليتي تنشوف اللي هو السيك الماترنال اللي هو بي اس ام بي اس 2 بي اس 3 اللي هو الاعمار الصغيره، هودي ما في كونتنت لحد اليوم، يعني ما في محتوى رقمي بيقدر يساعده، ما في فيديوهات بتتماشى مع انه كيف بتعلموا الحرف والنطق. شغله منا سهله اليوم، مش انه بالاكاديميك تحت بالمدارس الصغيره اللي هن الاعمار الصغيره، غير الاعمار اللي هي ما فوق ال 18 عام. ما في كونتنت للماترنال. ليش اللي نحن بلبنان الابتدائي والتكميلي والثانوي اللي هن كمان اكاديمي عندهم كونتنت اونلاين؟ هلا بالمبدا المركز التربوي بعد لم يصدر النسخه الرقميه من المنهاج اللبناني، ولكن المدارس الخاصه عم تجيب قصص كثير من برا، يعني عندها الحريه المطلقه تجيب وتنظم، وعم تشتري ديجيتال كونتنت وتتابع فيه. يعني في نوعين من اللبنانيين، نوع من اللبناني في روح على ديجيتال كونتنت، ونوع من اللبناني اللي بيتعلم مدرسه رسميه بيقول له انت ما عندك ديجيتال كونتنت، يعني انت ما فيك تتعلم اونلاين. طبعا هون مش قصه بدي اقول يعني هيك هو هون نحن بندعي الدولة اللبنانية اللي هي مسؤولة عنا كلنا سواء قبل المدرسة الخاصة. تمام. وهذا بتوجه منه من مبنى مركزي رسمي للدولة اللبنانية اللي هو تلي ليبون. هقول مبنى عام. مبنى لكل الناس. طبعا أوكي، بس ولكن رسمي اللي هو تحت وساطة الدولة اللبنانية. تمام. نحن عم نقول نحن الدولة اللبنانية نحن أبناء أو رعاياها، وهي مسؤولة عنا كلنا سواء بالعام وبالخاص. تماما. منشان هيك اليوم في طالع الصرخة، وفي صرخة بالصوت العالي انه المدارس الخاصة اللي هي عماد التربية بلبنان ويلي بتشكل 73% من قيمة التعليم بلبنان. شوف البرسنتج 73% الدولة او الرسمي بشكل 27. اذا العماد الخاص اليوم اللي هو مرتكز كل التعليم والانفراستراكشر للتعليم اللبناني بالقطاع الخاص عنده اشكالية وجودية. صحيح. فمنشان هيك اليوم الصرخة عم نقول بفترة ما طلع الصوت انه المدارس الخاصة المدارس الخاصة. لا، نحن ابناء الدولة اللبنانية، الحكومة والدولة اللبنانية هي مسؤولة عن ابنائها. بتجي تعالج وتساعد ابن المدرسة الرسمية كما بدها تجي تساعد ابن المدرسة الخاصة، لانه انا كابن مدرسة خاصة وكولي امر بالمدرسة الخاصة انا عم بدفع تاكس مثلي ومثل اي فرد بالدولة اللبنانية. اذا هالتاكس هو حق عليها للدولة اللبنانية، حق عندها انا مثل ما بتعاملني اللي انا بتعامل الرسمي، مثل ما بتعامل الرسمي بتعاملني اللي انا وساعد. ما بدي فوت انا وياك بهذا الجدل، لانه انا شخصيا عندي راي مختلف. يعني انا مع تحسين نوعيه التعليم الرسمي ومع الابقاء على المدارس الخاصه لمن يرغب، يعني طبعا. هون ساعتها هذا بيصير شيء ثاني، ولكن الدوله اذا بدها تهتم لابد انها تهتم بالقطاع الرسمي، يعني بالتعليم الرسمي، ما في مشكلة، وتعطي نوعيه مميزه وتاخذ من خبره القطاع الخاص اللي قدم افضل نتائج بهذا كون اكيد القطاع الخاص ما حدا بيزعل بهذا الصعيد. لارجع الى المؤتمر. نعم. شو كانت ابرز محاوله؟ اول شيء تنعرف العالم على الاونلاين تنحكي هذا اللي هو. تمام. اليوم مع عنوان جديد بلشنا باول جلسه افتتاح هو اونلاين ايديوكيشن ستراتيجيز. بدنا نعرف العالم استراتيجيات التعلم عن بعد. شو هو هالعالم؟ شو اساسه؟ شو مبادئه؟ من اي اساس بلش؟ من وين انطلق؟ كيف انطلق؟ من كم سنه؟ صحيح. شو التقدمات اللي صارت فيه حتى نبني نظره شامله تماما للواقع اللي نحن فيه موجودين فيه. تمام. لكن هو كان مدخل تعريفي او خلينا نقول يعني هيك تمهيد لشو يعني التعلم طبيعي. عن بعد. تمام. رحنا بالجلسه الثانيه رقم 2 اللي هي 21 سنتشري بروفايل اللي هو ملامح القرن الواحد والعشرين. يلي عالجنا فيها هون ملامح المدير، يعني شو هي شخصية سمات وصفات وسكيلز المدير اليوم، لأنه مدير المدرسة التقليدية منه نفسه قادر يقود المدرسة الافتراضية. تمام. بده يكون تمام. عنده غير سكيلز وغير تالنت، يعني مهارات تانية جديدة، مهارات تانية، كفاءات تانية أيضا مختلفة. صحيح. كفاءات غير.
فهذا ال 21 سنتشري عرضنا فيه الليدرشيب التيتشرز كمان اليوم الاستاذ ما بقى في يتعاطى بالطريقه التقليديه لانه ما في دايركت كونتاكت مع التلميذ بالصف تمام. بده يتعلم مهارات جديده كيف بيقدر يصل لروحيه التلميذ وهو قاعد على الشاشه من وراء بعد كذا كيلومتر دونك في ابعاد بده يتعلمها تيصير عنده مهاره الاداء عن بعد تمام هون رحنا للكوميونيكيشن سكيلز تحديدا عند الاستاذ اللي هي مفروض تكون جديده يعني يلا كمان في اكثر من هيك للبانل الثالث حتى نفوت اكثر بالديتايات وفي التلميذ اللي عنده مسؤوليه انه هذا التعلم عن بعد اليوم هو عمليه جديه منا عمليه تسليه صحيح في مسؤوليات امام التلميذ بده يتحملها بده يفوت بالنمط مثل ما قادر كل يوم يتحمل يشتغل على السيلولار بساعات ويتعلم واتساب او تولز وكثير قصص اذا العمليه التعليميه بده يتعلم على التولز الاضافيات الجديدة عليها تيصير هو شخص حلو. معني فيها وعم ياخذ ويعطي فيها والاهل كمان عليهم مسؤوليه اليوم يمكن بمرحله سابقه كان الاهل يحطوا التلميذ بالمدرسه يقولوا علمونا اياه اليوم بمرحله الاونلاين على البعد لا يكفي انه التلميذ حطه قدام الشاشه يقول له تعلم بدي رافقه بدي اقعد حتى الاهل اللي ما عندهم بدي اقول في بعض الاشخاص بيقولوا لنا نحن ما بنعرف ما عندنا خبره ما عندنا فكره بالتكنولوجيا انا بدي اعطي مثل اجدادنا اللي تعلموا تحت الشجره والسندينه جدودنا اللي علموا ابائنا يعني وجدودنا حتى جدود جدودنا صحيح. اللي كانوا يعرفوا الحرف كان في اهالي اميين يعني كانوا اميين بالمطلق بس كانوا يرافقوا الاولاد يقعد حد منه يرافقوا المرافقه اليوم انا بدي الاهل يرافقوا تتصير العمليه اكثر جديه ونروح فيها لابعد استاذ جوزيف اسمح لي بهيدا المحل اللي عم تحكي عن كفايات ومهارات جديده لكل من المدير الاستاذ الطالب والاهل نعم يعني هذا شيء ضروري خلينا نكون واقعيين واللي عم تعملوه بهذا المحل هو رؤيوي يعني عم تاخذوا رؤيه هذا التعلم صحيح. عن بعد لكن بالواقع كيف بدنا نحل هذه الاشكاليات اليوم في عندنا مدراء مدارس لنكون واقعيين هن قربوا من عمر التقاعد صحيح. قربوا يخلصوا عملوا كل الفورماسيون تبعهم على اساس التعلم التقليدي اللي من الصف في اساتذه كمان قربوا صحيح. من عمر التقاعد واللي هن منهم خلينا نقول على صداقه مع الاونلاين بشكل عام حتى ما عندهم فيسبوك والى اخره طلاب ما بعرف قديش كمان قادرين يروحوا بجدية للتعلم عن بعد أربعة والأهم هي الأهالي طبي خي ما هيدا الأم والبي عندهم شغلهم كمان يعني شو بدهم يعملوا بيتركوا شغلهم بيجوا بيقعدوا مع أولادهم يعني من هيدا المنحة هيدا اللي كل الناس عم تحكي كيف بدنا نتصرف بظل اللي عم تحكي هون يعني أنا بدي شوي أخذك على الموضوع اللي احنا عم نعالجه هو الموضوع التربوي هلأ أنت فت معي بالشق الاقتصادي والشق المعيشي والاجتماعي لا مش اللي هو اقتصادي هن هول اقطاب متعلقين بالتربيه مباشره نعم اكيد ما في شك نحن عم ننظر لهالموضوع بكل ابعاده اول شيء المدير اللي هو صار على وشك التقاعد نحن بنعرف انه اليوم في امكانيه الاستبدال ما في حدا ثابت بمكانه اليوم بالحياه ولا في مهنه اذا بنرجع بالتاريخ لورا ما في مهنه بعدها مستمره ابدا كل المهن عم تنقرض وعم تتجدد صحيح. في عم تاخذ شكل جديد موديل جديد اذا كل شيء بالحياه له نهايه معينه نقطع السطر بنبلش بسطر جديد اذا في مش نحن مش تقليل من قيمه اي شخص ولكن المرحله بتتطلب اشخاص يكونوا متقدمين بالعمليه التكنولوجيه والتربويه فاذا استبداله هو شغله مرضيه لكل المؤسسه ومرضيه لكل الاطراف المعنيين بالمؤسسه يعني بما فيه خير العمليه التربويه طبعا نحن عم نشتغل لخير العمليه التربويه اثنين الاساتذه نحن اكيد الاساتذه هن العماد الاساسي بالتعليم ومن هون بدعي من خلال تلفزيون لبنان انه ما في خوف على مكان الاستاذ بالعمليه التعليميه والتربويه لانه كل التكنولوجيا اللي عم تيجي هي التكنولوجيا للدعم التعليم مساندة لا لاحلال مكان الاستاذ ولا لاخذ مكان اي حدا بالعمليه التربويه التعليميه تماما ولكن يحكى عن, عن عن اختصار عدد الاساتذه مع الاونلاين يعني ما بعرف اذا ناقشتوا هذا الموضوع انه اليوم في استاذ يعلم 200 3 اونلاين يعني ما في لا 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 ما في ما زلنا بالاختصاص الصرف ما في لانه اذا بنضلنا بالبروفيشناليزم وضل الكواليتي موجوده ما في استبدال لاي استاذ ولكن في الاستاذ بده يشتغل على مهارات ويطور حاله لانه المرحله فرضت بتسارع الوتيره صحيح انه نركب بالتي في جي مش نركب بالتران يعني بده يطلع يا ريت يعني بده يطلع بسرعه تيأقلم حاله مع الوضع هذا هو المطلوب هون بس خليني يعني نوه بشغله الاستاذ اللبناني استاذ مثقف يعني متقدم متطور
برأيك اليوم هل توقع على عاتقه وحده أنه يطور نفسه ولا لا؟ اليوم المدارس اللي بيشتغل فيها عليها تأمن فورماسيون، تأمن تدريب، ما بعرف يعني تحط له كل التولز بين ما من ده. هون نحن عم ندعي بهالمؤتمر لمؤتمر توعوي تربوي، توعوي أول شيء. وأنا بقول لك المدارس كلها عم تعمل تريننج سيشن اليوم صحيح. لكل الأساتذة، وأنا عم بسمع يعني عندي كتير بالدومين أنه في أساتذة زهقوا قد ما عملوا لهم تريننج، أنه دخيلكم وقفوا لنا شوي تريننج، ولكن المرحلة بتتطلب. يعني أنا مبارح المساء كان عندي بانل هي اختبارات المدارس الخاصة بالتعليم عن بعد. عن بعد كان من مجمل المدارس اللبنانية اللي هن المدارس اللي عندهم أسماء، يعني اللي اعتمدنا أنه أفونسي شوي بالعملية التكنولوجية. اللي كانوا عم يحضروا يعني جاني انطباع مبارح واليوم انه في ناس نحن بنعرف لقينا حالنا، في كتير ما بنعرفه تماما، وفي ناس انصدموا انه وين هالمدارس صارت متقدمه ونحن وين بعدنا. صحيح. في هذا الوعي برجع بقول لك بدك تضوي على كل الجوانب، يعني اجاني كذا اصداء هون، الوعي بيعمل هالبرين ستورمينج هالعصف حتى نوصل للافضل، تتجي المؤسسات تتحرك. صحيح. وتشوف غيرها شو عم يعمل تتقدم بكل احوال. ما زلنا بتجربه جديده يعني غير واضحه المعالم، فمن هون عم بقول انه مؤتمر بهيدي السرعه بدل على مدى جديه وتطور ايضا يعني المدارس الكاثوليكيه، لنكون واضحين. مؤتمر طويل 10 ايام، يعني ما تساهم بمؤتمر بتحضير من 10 ايام لاشخاص. صحيح. كاليبر عالي من المحاضرين، من دكاترة، من رؤساء جامعات، من ناس من برا، محاضرين من برا عندهم خبرة بهالدومين، من أصحاب شركات هني أول من ولجوا العالم الرقمي بالتكنولوجيا التعليمية. شغلة مهمة كتير أنه تدمج هالخبرات كلها سوا. صحيح. تتقدر تقدم القطاع اللبناني. أستاذ جوزيف، حكينا عن المدخل اللي عملته اللي هو عرفته شو يعني الأونلاين. صحيح. بعدين حكينا عن الشيء الثاني المتعلق بالأقطاب اللي لها علاقة بالعملية. نعم. التربوية. من بعدها شو رحنا على شيء اسمه Social Emotional Learning اللي هو اليوم كتير تريندي بالعالم. خلينا نقول يعني البعد العاطفي والاجتماعي بالتعلم، بالتعلم عن بعد. هون هلا عم نحكي عنه الاستاذ بده يتعاطى بطريقه اجتماعيه جديده مع المتلقي اللي هو التلميذ، وبده يكون في عنده كمان مهارات ايموشنال، يعني يعني سنسيتيف بالتعاطي، كيف يقدر يجذب هالتلميذ عبر الشاشه. تماما. لم تعد العمليه بالمباشر، انا بقدر انا بس انا بلقن التلميذ معلومه وبفل، لا. صحيح. اليوم صار بده يستدرجه عبر الشاشه، يحببوا فيه عبر الشاشة، يحببوا بصوته، بطريقة أدائه، بطريقة الخبرية، كل سوا تغيرت هون. إذا بده يصير في تفاعل عن بعد عاطفي اجتماعي، حتى كمان العملية التعلم عن بعد تاخد إيداء أو تاخد. صحيح. يعني تنقول هون تنوضح عملية التعلم عن بعد هي مش عملية جامدة ولا عملية إلكترونية، انتراكتيف، يعني تفاعلية. تماما. الطالب مش عم بشوف يوتيوب، يعني مش عم بيحضر فيلم على اليوتيوب، لابد أنه يكون في هذا التفاعل بينه وبين الأستاذ. هون بيخدني هذا الموضوع لأسألك أستاذ جوزيف، بالأول كان الأستاذ هو أي حدا بيوصل لمرحلة تعليمية معينة في يصير أستاذ، بعدين صار عنده تخصص بالجامعة. صحيح. بعد التخصص صار بدنا كلية التربية يكون عنده ماستر لحتى ياخد منصب إداري، أو حتى أيضا بده يكون في عنده إدوكاسيون، يعني يفوت على كلية التربية لحتى يكون أستاذ في يعلم. صحيح. بعدين صرنا هون بدنا رحنا للأونلاين، هذه التغييرات وهذا حق للمدرسة طبيعية، وهذا اللي نطلبه منها لدال نوعية التعليم على ما هي عليه. دونك بهذا المرحلة قدي صعوبتها، وقدي عم نقول لمه 28 من أصل 100%، ما عملوا عملية سقرية أو عملية نوع من ردة فعل، يعني ما شفنا صرف جماعي، صرف جماعي أو غير، أو أرقام غير يعني مستحبة أو غير اعتيادية. هذا واحد. اثنين، ولكن شفنا تخفيض للمعاشات بطريقة كمان. لحظة، تخفيض المعاشات ما حدا أخفضوا معاشاتهم. اليوم المدارس اللي هي متعسرة عم تدفع برسنتج وماضي وراق للأساتذة بجميع حقوقها، يعني بس ترجع العملية التربوية تاخذ بعضها الطبيعي، ترجع على الأساتذة أو الحقوق كل بريترو أكتيف، يعني بحقوق، يعني ضمنين لهم حقوقهم، مش إنه أعطيهم وقال لهم مش لإلكم، لا بالعكس، ضمنين الحقوق وعطينهم. مشان هيك بتشوف اليوم الأساتذة متعاطفين مع العملية التعليمية، ما في إشكالية بينهم وبين إدارات المدارس. تمام. ثلاثة، المدارس كلها عملت خصومات من 30% ل 35% حسب قدرة المدرسة. نحن بنعرف اليوم الأستاذ الكريم اللبنان بتعليم بلبنان، يعني ما بدنا نحمل المدرسة الخاصة وزر كتير كبير، يعني إذا بنرجع لأرقام لجنة المال والموازنة بمجلس النواب يلي عم تدرس أرقام التعليم بلبنان، بتبين بدراسة، وهذا كلام للنايب كنعان مش لقلي أنا، أنه التلميذ بالمدرسة الرسمية بيكلف بين 6 مليون ليرة قسطه لعشرين مليون ليرة حسب مكان المدرسة. نحن بنعرف المكان المدارس بالأرياف
كلفتها كثير عاليه لانه ما عندنا ارقام، يعني عندنا ما في عدد طلاب يعني عدد تماما عندنا 200 تلميذ، اذا الارقام التعليم فوق تبقى غاليه. نحن اليوم اذا في مدارس نحن عم تعمل بالساحل ارقام لانه عندها اعداد تلاميذ، ولكن ما في رنا ولا بمحل رهبني الا ما عندها اربع خمس مدارس بالارياف. يعني بدك وهذه الرساله الاساسيه، وهي الرساله الاساسيه يعني لبقاء الشعب اللبناني بالارياف وتطوير يعني الارض ونحافظ على ارثنا وعرس اجدادنا وارز الوطن والارز اللبنانيه اللي نحن متغنى فيها وجبلنا وغير جبلنا وسهلنا. بس يعني هيدا الحكي استاذ جوزيف عن انه تلميذ بالمدرسه الرسميه بيكلف ما بين 6 ملايين ل 20 مليون، هذا كلام صار معروف. يعني شو عم بتحاول المدرسه الخاصه تقول للدوله؟ عم بتحاول تقول انه كمان ادعموا الطالب بالمدرسه الخاصه مثل ما عم تدعموا الطالب بالمدرسه الرسميه؟ لا انا عم جرب ضوي على الفكره، لحظه يعني انا عم ضوي على الفكره انه المدرسه الخاصه اليوم هذا التعاضد الاجتماعي. اذا انا مدرسه ببيروت عم بدفع رقم معين من الاقساط والمدرسه عم تراكم ارباح هون صحيح. ولكن عم تراكم خسائر بالجبل، ما هالارباح اللي عم تركبها هون عم تحطها مثل ما بالدوله عم تحط هذا الرقم من 6 مليون ل 20 يعني مليون. يعني توضح الفكره اليوم لنقول في رهبنه معينه عندها 6 7 مدارس، 3 منهم بالعواصم وثلاثه بالارياف، تبع الارياف مش عم يربحوا، فمدرسه العاصمه بتغطي الخسائر تبع الارياف تستمر فوق المؤسسه تماماً. المستخدمين وهالعالم تبقى فوق بارضها. للاسف اذا العمليه كثير كومبلكس وبدنا شويه اضاحات كامله. الناس مش قادره تصدق هذا المنطق للاسف، تنكون واقعيين، انت على الارض وبتعرف يعني ناس رافضة تماماً أنه في خسائر ورافضة تماماً كذا. يعني هون هذا التعاطي كيف بده يصير بهيدي المرحلة بظل ظروف صعبة على الناس؟ الناس عندها نقمة على كل شيء، على كل الطبقة الموجودة بالبلد، يعني دنيوية وغير دنيوية، تنكون واضحين في نقمة الكريم عند الناس. لو في نقمة، لو في نقمة أستاذ الكريم، اليوم في الشعب اللبناني معلش بده يوعى شوي. ليش عم نقول مؤتمر توعوي؟ ما بدنا نروح دائماً بالكونتراديكشنز ونفوت القصص ببعضها. أنا اليوم بدي أقول أنه أنا المدرسة الخاصة عندي إشكالية معها بالوضع المالي والوضع غيره شوي، وإذ أنا ما بدي أشيل ابني منها ما صحيح. بدي أخده غير محل صحيح. صحيح. طيب كمان ما فيني أنا أعيش الإشكالية بدي أجي أتزمر وخوض معارك على المدرسة الخاصة وحملها أعباء وحملها أفكار وأخبار وإساءات، وبالآخر بلاقي أنه أنا اليوم كان في ارقام انه خياليه بتفل من المدارس الخاصه اللي عم يتبين اليوم على الارض الواقع. من المدارس الخاصه على المدارس الرسميه ما في نزوح، ما في نزوح، ما في نزوح. العالم عم تجي تترجى وتقول دخيلكم بدنا نضل هون، يخلونا اولادنا هون، بس بدكم تعرفوا تساعدونا. وشوف كيف بدك تساعدونا، يعني حقيقه بشع التعبير انه الناس عم تجي تترجى وتقول يعني انه حقيقه بشع التعبير. يعني يمكن بعتذر، يمكن يعني مش لازم يكون اقول هالكلام، بس انه اليوم خاصه مدرسه كاثوليكيه والناس يعني مش هيدي العلاقه لا لا بدنا يعني لا حلوه لازم. هو الترجي انا اللي عم اقوله اللي الناس اللي عم يسيئوا للمدرسه الكاثوليكيه حتى يعني بتشوفوا عم يسيء شوي، واذا بيرجع بيجي بيطلب انه انا بدي ابقى صحيح. يعني لا نحن هون الترجي مش ليه، نحن نحترم الانسان، نحترم صحيح. المعلم والمتعلم والعالم يعني كله سوا، وهيدي معروفه، ولكن نحن عم نقول للي بيسيء، لانه منحنا بنعرف في كتار عندنا بمدرسنا هن اباء وعيال بمدرسنا بيسيئوا اوقات لسمعة المدرسة، وبنفس الوقت بيرجع بيجوا بيقولوا نحن ما بدنا نشيل اولادنا وبكشوف كيف بدك تظبطوا لنا وضع ونضل هون. ما فينا نشرب. اللبناني يمكن الاستثمار الوحيد اللي بيعمله لاولاده هو تعليمهم، يعني تنكون واقعيين. انا بشكرك هون بدي ارفع العشره قدامك وبدي اقول لك يعني وكلنا بنوصل بالمدرسه، يعني تنكون للاسف للاسف بقول للاسف نحن اللبنانيين ما بنوثق بالمدرسة الرسمية وبنوثق بالمدرسة الخاصة للأسف. مفروض يكون العكس، مفروض يكون عنا اتجاه نحو مدارسنا الرسمية، ولكن الدولة مثل كتير قطاعات لم تؤمن تعليم نوعي بالمدارس الرسمية، لهيك التجأنا إلى المدرسة الخاصة. فاليوم بهيدي الأزمة المدرسة الخاصة كمان بدها تساعد الناس ليمروا بهيدي طبيعي الأزمة. عم يساعدوا، عم أقول لك أول شيء عملوا خصومات وعم يعلموا أولاد كتير ببلاش، والعيال المحتاجة عم يساعدوها ما في شك. إن أنا إذا برجع قبل هالأزمة أنا عندي اطلاع على بعض الموازنات ويمكن عم بفشي السر، كان في نسبة بين 30 و 35% قبل هالأزمة من ميزانية المدارس الكاثوليكية هي عمل خير، يعني أقساط غير مستحقة أو غير محصلة تمام. هي قبل هالأزمة عم نحكي، كان دائما في هالبرسنتج بين 30 و 35 تمام. إذا اليوم احنا بنعرف بالنتيجة الأرباح بالشركات وبالأعمال قدي اليوم الأرباح، اليوم ما بتتخطى ال 20%، لو ما بيكون عندك أنت دات ما أقساط غير محصلة سنوياً 35%، أي تراكم أرباح موجود فيه يعني بعد؟
وين بيكون تريك مرمي؟ اخذتوا دعم من وزير الخارجيه الفرنسي رح يشمل لكم الدعم كمدارس كاثوليكيه؟ يعني نتمنى. في حكي بهذا ال... نتمنى بهذا في حكي بهذا، ولكن بهذا نتمنى ان شاء الله. اكيد ليش لا، نحن بنرحب. وفي كثير من مدارسكم فرانكوفونيه بطبيعه الحال. لا هو مش كثير، هن الاقليات. هن الاقليه ما له رقم كثير كبير، نسبه الاقل من الربع يعني. انا بدي ضوي على شغله بس استاذ، هذه شغله كثير مهمه لانه قبل شوي مرقت علي انت وانا بدي زيد عليها. لبنان معروف بقطاعاته انه المنتجه اللي هي يمكن غزت العالم بالافكار وبطريقه الابداع اللبناني، ولكن ما ينسوا اللبنانيه، ما ينسوا هيدي معلش. كل الابداعات بالخارج والاضاءات الكبيره اللي عطت للبنان اكسبوجر وعطت للبنان اسم عالمي واضاءات، هي نتاج، هي ادمغه كلها ربيت بالمدارس الخاصة وبالأخص بالمدارس الكاثوليكية. ما بدنا ننسى هالشغلة، ويكاد يكون قطاع التربوي في لبنان والقطاع الخاص بشكل أدق هو القطاع الأكثر إنتاجاً وازدهاراً بالبرسنتج بعيد عن كل القطاعات. صحيح. كلها سوا. صحيح. بلبنان ما حدا بيختلف، حرام نهدم يعني. بعلبك اليوم قلعة كبيرة فيها محلات، فيها ركام وفيها محلات بعد الهياكل واقفة على إجريها، مش لانه نحن مش عجبتنا الفكره بنهدم بعلبك كلها سوا. بدنا نحافظ عليها، هي الهيكل بدنا نحافظ عليه. صحيح. صحيح. على جماليته، على انتاجيته، على القصص اللي صدر لنا اياها، على الابداع تمام. اللي طلع لنا اياه. هذا بمسؤوليه اللبنانيين جميعا المحافظه على القطاع اللي هو قطاع التربوي وخاصه القطاع الخاص. استاذ جوزيف، لانهي انا وياك، نحن على يعني على ابواب العام المقبل. صح. يعني شو يعني بعدنا مش فهمانين كيف رح يبلش هذا العام؟ رح يبلش عن بعد، رح يبلش بالتواجد بالمدرسه، شيء بيحكي عن قبل الظهر وبعد الظهر، بعد ما في خطه واضحه اساسا. صح. صدرت عن وزاره التربيه، يعني قال مع الوزير انه نحن بصدد اصدار الخطه، ولكن بعتقد الوقت عم بدهمنا. نحن بشهر اب يعني في مدارس بتفتح ابوابها من 3 و4 و5 ايلول. شو عن الاقساط؟ شو عن اسعار الكتب والقرطاسيه اللي اسعارها خياليه؟ في عندكم تصور كمدارس؟ هلا انا اللي بقول لك انه نحن من خلال المؤتمر عم نحضر الارضيه لسيناريوهات مطروحة. في عدة سيناريوهات، ما في سيناريو معتمد لغاية اليوم، لأنه كل يوم في تغيير بأرقام الكوفيد، بأرقام الإصابات، بالوضع الكامل سوا. مشان هيك بتلاقي في ارتباك كان عنا ولا عند وزارة التربية ولا. صحيح. كل القصص يعني بالبلد ماشي على يومك بيومك بانتظار شو بدنا نعمل. نحن عم نجرب نحضر قد ما فينا للورست كيس سيناريوز. صحيح. بعدين اصعب الاحتمالات، اصعب الاحتمالات عم نهيئ القطاع الاداري والقطاع التعليمي والاهل والاساتذه، عم نحطه بمسؤولياتهم بوعيهم كتلاميذ واهل. بيبقى في من هون لاول تموز شو بيكون، شو بنقدر منفوت، كيف الطريقه اللي منفوت فيها هيدي لغايه هلا ما حدا قادر يعطي قرار نهائي. ناطرين الوقت. انا بدي لك يعطيكم الف عافيه طبعا. وبدي اقول يعني بنقدر دائما المدرسه الخاصه بلبنان وخاصه المدارس الكاثوليكيه، ولكن بنسال اسئله الناس لحتى تتوضح الصوره قدر المستطاع. اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف نخلي، مسؤول معلوماتيه بالامانه العامه للمدارس الكاثوليكيه. شكرا لك. اهلا وسهلا استضافتكم. شكرا. يسعد صباح كل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك وصباحك. مشاهدينا عم نتابع نحن وياكم ببرنامجنا لليوم. بنروح الى تقرير بيضوي اكثر على مؤسسه ارض المبدعين بحفل تكريم لمجموعة من المبدعين اللبنانيين برعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ عباس مرتضى. نعتبر الإبداع مش موجود بس بمجال واحد، هو موجود وين ما كان وبكل الميادين. يعني احنا اليوم النجار اللي بيعمل شيء حلو هو مبدع. اليوم كل إنسان موجود بالبلد. ولعلك شغلة، احنا دايما بنعتبر بمحل انه يمكن وقت الواحد بيتوفى والده وهو صغير، اوقات يمكن بيصير في عنده حافز اكتر يعمل، يكون مبدع ويعمل شيء اكتر من العادة. يمكن نحنا بلبنان لانه نحنا طول عمرنا ما عندنا دولة، فيمكن مشان هيك عندنا مبدعين كتير وبكل المجالات. فنحن مشان هيك اخذنا قرار من السنه الماضيه وهيدي لتاني سنه على التوالي عم نعمل تكريم لمبدعين من كل المجالات، خاصه نحن كمان تعود التلفزيونات دائما يضووا بس على الممثلين والمطربين. اكيد نحن بنحترمهم واكيد بنجلهم، وفي منهم اليوم كمان، بس كمان في مبدعين، في اطباء، في مهندسين، في ناس رفعوا اسم لبنان برا، فلازم بالنهايه نحن نكرمهم. نحن هيدي السنه بالتحديد كان عندنا حافز اكبر انه نعمل هيدا المهرجان وبهالكبر وبهالضخامه،
لأنه لبنان عم بيقطع بأسوأ مرحلة بحياته. نحن جايين اليوم تنضوي على هول المبدعين، تنقول للشعب اللبناني نحن ما حنيقص، نحن رح نكفي، هذا وطننا، هول المبدعين هن المنقذين. مشان هيك عنوان المهرجان هيدي السنة أنتو الأمل أنتو بكرة. بشكر مسيو كمال بكاسيني على هالخطوة الجريئة اللي عم يعملها بهيدي الظروف الصعبة. فعليا أنا كنت محتارة أنه واحد بيتكرم بهيك ظروف، بس هو فعلا يعني عمل خطوة جبارة لحتى يقول أنه لبنان بعيش، ولبنان مثل طائر الفنيق، قد ما توجع قد ما انحرق بيرجع من جديد. ويعطيهم ألف عافية لكل الأكيب اللي عامل هالتكريم. لبنان كل عمره مبدع بكل المجالات الفنية والثقافية والعلمية، ما بعمره انطفت شعلة لبنان، وهيدا أكبر دليل. إلي الشرف أني شارك إن كان من خلال التقديم أو حتى أني شارك بحفل أرض المبدعين، لأنه فعلا نحن اليوم بأمس الحاجة لنكرم مبدعينا بلبنان، لأنه هيدا الوجه الحقيقي للبنان. نحن وجه الحضارة، لبنان الرسالة، لبنان الفن، لبنان السلم. هالمبدعين الموجودين من أرض بلادي في عنا أكثر منهم بكتير، بس نحن حبينا نعمل هاللفتة الصغيرة حتى نقول لهم أنه نحن منقدر جهودكم، إن كان جهودكم الرياضية أو جهودكم الفنية أو التشكيلية، إن كان بالتمثيل، إن كان بالإبداع الفكري والإبداع بالكلمة. نحن اليوم عنا باقة من أكثر من كل المجالات والقطاعات، من فعلا بيمثلوا لبنان يلي نحن بدنا نظهره هالصورة الحلوة يلي كل عمره كان لبنان وما حدا رح يقدر يهزها. مبادرة مهمة، يمكن مش بس بالنسبة لي، يعني أي تكريم لأشخاص ساهموا بعمل ما للوطن هي مبادرة إيجابية لتشجيع الناس لخدمة هذا الوطن. وأنا برأيي خصوصا بهذا الظرف الصعب اي عمل ايجابي بيعرف عن وجه لبنان الجميل بعتقد نحن بحاجه له. وهذا التكريم غير انه هو تكريم، هو رد على كل هذا الوضع الصعب اللي عم نعاني منه، وفسحه امل للايمان بلبنان انه هذا الوطن سيبقى للمبدعين ولكل الناس اللي بيساهموا في بناء الوطن. هي فكره انطلقت من سنتين، انطلقت من مركز اللقاء اللي نحن هلا موجودين فيه، لنقول للعالم انه في عنا واحه ايجابيه. نحن منا بس منظر بتشوفوه يعني البشع على الطرقات، الزبالة والصريخ والعيط، لا، نحن عنا ناس مبدعين بهالبلد، وعم نحاول كل سنة ننقي بكل دومين، بكل قطاع، قطاع الهندسة، الرسم، الموسيقى، التجارة، الفاينانس، كل القطاعات منحاول ننقي أشخاص لنقول للعالم إلنا حق نكرمهم قبل ما يتوفاهم الله، لأن اليوم عودين بالبلد إنه أمتين بزقفوا للواحد بس يموت، لا، عم نقول نحن بيستحق هو وطيب الشخص نجي نقول يعطيك ألف عافية ونعطي صورة إيجابية لهالبلد. نحن اليوم بهذا الوضع والظرف الصعب اللي عم بيمر فيه البلد لابد من الإضاءة على الواقع الثقافي، هو اللي بيعطي أمل للبنانيين هذه النشاطات، حتى ما نكون عم نعيش الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية بكل واقع من الكآبة. لابد من الإضاءة على الإبداعات اللي موجودة عندنا بهذا البلد وبعالمنا، وخاصة لبنان إنه هو عطول مصدر الإبداعات. لذلك نحن اليوم عم نكون هون إلى جانب المبدعين حتى نكرمهم وحتى نطل على كل اللبنانيين ونقول لهم أنه لا زال الأمل موجود رغم كل الظروف الصعبة عم تمر فيها البلد. بدي أشكر أستاذ كمال كاسيني على هالجرأة بهيدا الوقت لإقامة احتفال لمبدعين اللي فعلياً عم ينتسوا بلبنان قد ما في مشاكل، قد ما في مصاعب عم بمر فيها لبنان من كل ميلات، إن كان بكورونا وإن كان بالتدهور الاقتصادي اللي عم بيصير. أنا بعتبره هيدا الاحتفال هو احتفال تحدي للحياة، تحدي نحن بلبنان مثل طائر الفنيق بمبدعينا وبمثقفينا، هن اللي بيأرخوا وطن وهن اللي هن بصمة للتاريخ وشواهد لرقي وحضارة أي مجتمع.
مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. ما تنسوا دائما انه تلتزموا كل الاجراءات الوقائيه لحتى فعلا نقطع هيدا الظرف باقل ضرر ممكن علينا وعلى صحتنا. بكره موعد جديد بتمام الساعه 9 من هلا لوقتها اطيب التمنيات.